بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة حدث في غاية الأهمية، الدنيا كلها تتابع مصر غدا، العالم كله يترقب ما يجري على أرض مصر غدا. مصر وجهت دعوة لدول جوار السودان الشقيق، 6 دول بالإضافة لمصر السبعة، الدولة السابعة، ولكن مصر تحتضن قمة غدا مهمة جدا. مين هيشارك غدا؟ هقول لحضراتكم. الصورة اللي قدامنا هتقول لحضراتكم حجم المشاركة. شارك طبعا السيد محمد النفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، أسياس أفورقي رئيس إريتريا، فوسن أرشانج رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة العربية، سيد موسى فقير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعوة للأصدقاء والأشقاء، وحضور كبير غدا في القاهرة، والقادة بدأوا يوصلوا النهاردة إلى مصر. إيه الحكاية؟ مبكرا مصر بدأت تحركاتها منذ اللحظات الأولى على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، مع الأشقاء في السودان. سيادة الرئيس كان استقبل مستشار رئيس نائب الرئيس مجلس السيادة السوداني ملك عقار مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان حاضر السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. طبعا مصر هدفها الأول والأخير حقن الدماء في السودان، وقف الرصاص، وقف الاقتتال، ده دور مصر وهدف مصر من اللحظة الأولى. كان جاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار وهو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في هذا اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا كان السيد الرئيس قد استقبل أيضا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور السيد عباس كامل أيضا رئيس المخابرات العامة المصرية. حركة مصر تتعلق بضرورة إيجاد حل وتوافق. كان هناك أيضا رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، وردا أيضا في نفس اليوم كان السيد سامح شكر وزير الخارجية يسلم رسالة من السيد الرئيس رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، وكنا موجودين مع السيد سامح شكر خلال جولته اللي قام بها إلى تشاد وإلى جنوب السودان. إذا مصر تتحرك على كل الصعدة، مستوى الرئاسي أيضا وزير الخارجية. مصر دعت مبكرا مع واستجاب مع المملكة العربية السعودية لوزراء دعوة جامعة العربية على المستوى الوزاري في مقر الجامعة، كل وزراء الخارجية العرب كانوا حاضرين. أيضا تحرك السيد سامح شكري في شهر مايو إلى تشاد، وكنا موجودين مع السيد وزير الخارجية، سلم رسالة طبعا ومعه طبعا سفير مصر في تشاد نجامينا أسامة الهادي. توجه وزير الخارجية لقاء مع محمد إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد، وسلمه رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا كانت مصر تتحرك مبكرا على هذا المستوى وتسليم رسالة نحن مصر تبدأ في التحرك لعقد قمة لدول جوار السودان. كان من بدري الموضوع، بدأت مصر مبكرا هذا التحرك قدام حضراتكم. كانت هذه رسالة من سيد الرئيس إلى رئيس تشاد محمد إدريس دبي لعقد قمة في القاهرة. يومها كمان وانتوا حضراتكم سفير طبعا أحمد أبو زيد متحدث، سفير أسامة الهادي سفيرنا في نجامينا عاصمة تشاد، والتقيت في هذا اليوم مع السيد سامح شكر، وكنا بنتكلم في هذا المجال، ولكن مبكرا كان هناك يعني إجراءات بتتم، ما كانش مهم إن احنا يتم الإعلام في ذلك الوقت مصر، لكن مصر تتحرك لحاجة واحدة وهدف واحد هنا في قصر الجمهوري في جنوب السودان. وكانت أيضا زيارة، انتقلنا مع السيد سامح شكر من تشاد إلى جنوب السودان، ولقاء مع السيد سيلفا كير رئيس سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وسلم رسالة السيد سامح شكري إلى رئيس جنوب السودان سيلفا كير، رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر في جنوب السودان. كانت أيضا حركة قوية، مؤتمر صحفي، ثم أيضا في مجلس الأمن عقدت جلسة خاصة تتعلق بالسودان، والسفير أسامة عبد الخالق سفير مصر أيضا
تحدث بشكل واضح عن مطالب مصر الواضحة. رحنا كمان ميناء أرقين زي ما حضراتكم بتشوفوا عشان نوري للعالم كله مصر تستقبل الأشقاء، وفتح حدودها سواء في ميناءي قسطل وأرقين، ومعانا قيادات وزارة النقل اللواء عمرو إسماعيل رئيسة المواني، ومعانا رئيس هيئة ميناء قسطل ورئيس هيئة ميناء أرقين، عشان نقول للعالم كله من خلال برنامجنا رحنا 1500 كيلو مترا عشان نصل إلى آخر نقطة على حدود مصر الجنوبية مع السودان الشقيق، عشان نوري العالم كله حركة الدولة المصرية، فاتحين أبوابنا، فاتحين حدودنا عشان نستقبل أشقائنا، نقدم كل المساعدات ليهم. أهلا وسهلا، موجودين عندنا. عايز أقول لكم للنهار لليوم استقبلنا من السودان أشقائنا فقط السودانيين 227 ألف سوداني دخلوا مصر من مينائي أرقين وقسطن. بتكلم على رقم محدد لأول مرة، هذا رقم بنقوله ده لحد النهاردة، 227 ألف سوداني دخلوا أراضينا منذ 15 إبريل الماضي، بالإضافة إلى 6500 جنسيات أخرى، بالإضافة إلى 10,000 مصري عادوا من السودان إلى بلدهم. يبقى احنا بنتكلم على رقم قرابة، اقتربنا من حوالي 250 ألف مصر استقبلتهم منذ 15 إبريل حتى اليوم، وبالتالي احنا بنتكلم على رقم كبير جدا. مصر وفرت موارد ضخمة هائلة لاستقبال كل السودانيين، وأيضا للقادمين أيضا من غير وأيضا للجنسيات الأخرى، لأكثر من 100 جنسية دخلت أراضينا أيضا من السودان. سؤادي ميناء قسطل، وأيضا آلاف يتوافدوا على ميناء قسطل، ومع حضراتكم كمان الناحية التانية لما شفنا من شوية ميناء أرقين. يبقى احنا فاتحين حدودنا استقبال دعم كبير لأشقائنا من السودان وغير السودان وكل الجنسيات التي تأتي إلى الأراضي المصرية. وفرنا فلوس كتير جدا عشان نستقبل الناس عشان يجوا. خلي بالك دي تكاليف كبيرة قوي على الدولة المصرية، واحنا شفنا طبعا حالات صعبة جدا، وشفنا أطفال وسيدات وكبار سن، ولكن زي ما بقول لكم هذا هو موقف الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى. لم تتأخر مصر أبدا، مصر تتعامل مع هذا الملف زي ما بقول كده قولا واحدا، إرادة سياسية، حكمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف. احنا لا ننحاز أبدا لأي طرف، احنا مع الأشقاء في السودان. سيد وزير الخارجية تحدث مع رئيس مجلس السيادة ومع قائد قوات الدعم السريع، هناك حركة إذن مع الطرفين، وهدفنا في الآخر حقن الدماء في السودان. مصر استقبلت جسر جوي لإعادة الآلاف عبر المطارات المصرية والموانئ المصرية، نتكلم على قاعدة شرق القاهرة، جسر جوي من خلال جيشنا العظيم وقواتنا الجوية تنقل الآلاف من المواطنين ليعودوا إلى بلدهم رغم الحرب. أيضا نقدم المساعدات، تاني بقول المساعدات والأدوية، مئات الأطنان، بنتكلم أكثر من 200-300 طن، يمكن وأكثر من 300 طن من المساعدات راحت لأشقائنا في السودان. والسفير هاني صلاح الدين سفير مصر في السودان، وده جانب من المساعدات المصرية والإغاثية إلى أشقائنا في السودان. إذن تحركنا مبكرا، ودينا مساعدات، نتكلم على إغاثة، بنتكلم على أدوية، بنتكلم على أغذية، بنتكلم أدي واحدة أيضا من وحدات قواتنا البحرية أيضا تنقل مساعدات، عشرات الأطنان من المساعدات، من هدية من الشعب المصري إلى الشعب السوداني. ده الموقف المصري المستمر والداعم للأشقاء في السودان. لم نتأخر ولا نتأخر أبدا، عشان كده على طول وزارة الخارجية السودانية رحبت بمشاركة في القمة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستكون السودان بإذن الله زي ما بقول حاضرة بإذن الله تعالى. زي ما احنا بنشوف أيضا بيشكروا مصر في كل لحظة وحين، بيتحدثوا عن الدولة الداعمة ليهم والاستقبال، وزي ما بقول كده أيضا والتحية للدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي. تتحرك مصر لإجلاء الآلاف، 10,000 مصري تم إجلائهم من داخل السودان وعادوا بسلامة الله إلى بلدهم. بتكلم على رقم، بنتكلم على 10,000.
بنتكلم على 6500 من الجنسيات الأخرى، بنتكلم على 227,000 سوداني دخلوا مصر منذ بداية الأزمة في 15 إبريل الماضي، والأزمة ما زالت مستمرة. مصر النهاردة تدعو لهذه القمة، تدعو للقمة لدول الجوار، والجميع يشارك في هذه القمة. اللي قدام حضراتكم كلهم سيكونوا بكرة موجودين في هذه القمة الكبيرة جدا. بالمناسبة هذه القمة ليست زي ما بقول كده، انه لان حضراتكم عارفين انه في بعض الدول في تحركات اخرى ومبادرات اخرى، المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الامريكية فيش مشكلة خالص، بالعكس. طيب الإيجاد وكانوا عاملين مؤتمر من يومين فيش اي مشكلة خالص، ولكن بنتكلم على تحرك كبير، لانه خلي بال حضراتكم الدول اللي حاضرة هي الدول المتضررة بشكل كبير ورئيسي من اللي بيحصل في السودان، لان دول جوار، نتكلم على 7 دول جوار للسودان: مصر، ليبيا، تشاد، جنوب السودان، اثيوبيا، اريتريا، افريقيا الوسطى. تاني، فبقول لحضراتكم دول متضررين بشكل رئيسي. انا بقول لحضرتك النهارده السودان النهارده عندها حركه نزوح اكتر من 3 مليون سوداني داخل السودان وخارج السودان. نتكلم على رقم بالمناسبه 3 مليون نزوح، فده رقم كبير جدا. نتكلم على يعني اللي خرجوا، ربما نتكلم عدد هائل من ربما يتجاوز حوالي 2 مليون. طيب اكترهم موجود عندنا النهارده، بنتكلم على مصر، النهارده بنتكلم على مصر، قرابه ربع مليون واحد دخلوا مصر بس. طب عندك في تشاد قد ايه، عندك في اثيوبيا قد ايه، عندك في جنوب السودان قد ايه، عندك في افريقيا يعني، ولكن الرقم الاكبر موجود عندنا في مصر. وبالتالي انت النهارده موقفنا هو موقف زي ما بنقول كده بشكل واضح، موقف الدوله المصريه الموقف المحايد. نريد الامن والسلام والاستقرار، لان احنا متضررين، احنا كدوله متضرره في ظل اوضاع اقتصاديه صعبه للغايه، وفي ظل ارتفاع اسعار كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت لم نغلق الابواب ابدا، فتحنا الابواب للاستقبال. ولكن هذا أمر أيضا في مسؤولية علينا، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي كمان، لأنه هذا الأمر أيضا بيؤدي إلى مشكلة دولية ومشكلة إقليمية ومشكلة تهدد الأمن والسلم تحديدا، لأنه بتعمل ضغوط على الدول، والدول النهاردة ما عندهاش فائض، ما عندهاش أموال فائضة عشان تنفق على عشرات الألاف أو الملايين اللي ممكن يدخلوا عندها. فحان الوقت أن احنا نتحرك. مصر تحركت مبكرا ومستمرة للتحرك، فهذه القمة غدا الجميع ينتظر غدا هذه القمة، العيون كلها تنظر إلى مصر في هذه اللحظات مع تواصل ووصول قادة الدول أنهم يأتوا إلى مصر ويلبوا دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلبية الدعوة على مستوى الرئاسي، مستوى القمة، اللي بيؤدي أنه خلي بال حضراتكم دي مسألة مهمة للغاية، أن الدول كلها تستجيب ولهم كل التحية والتقدير، وأهلا بهم في بلدهم الثاني مصر للجميع. وتاني القمة العربية والجامعة العربية موجودة ممثلة في الأمين العام للجامعة العربية، يبقى عندنا كمان الجامعة العربية موجودة، سودان دولة عربية، وأيضا الاتحاد الإفريقي ممثل في المفوضية، لأنه أيضا البعد الإفريقي أيضا موجود. يبقى احنا الحمد لله مصر عندما تحركت لم تستثني أي دولة أبدا، لان زي ما بقول لكم احنا موقفنا موقف واضح ومحدد ومحايد. الجميع اتفضلوا، انتوا الازمه تؤثر على الجميع، ايوه طيب اتفضلوا في دعوه يوم 13 اللي هو بكره، كل ياتي جم الحمد لله بداوا يصلوا من شويه، بدا تواصل قاده الدول الى مصر للمشاركه في هذه القمه المهمه التي دعا اليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما بقول لحضراتكم ده موقف مصر الداعم، ولكن ليس على حساب أحد على الإطلاق أبدا. يعني تحركاتنا فيها تكامل، تحركاتنا التحركات المصرية للصالح العام، لصالح أشقائنا أولا وأخيرا في السودان، أيضا تحركات الدولة المصرية لصالح استقرار كل الدول الجوار للسودان الشقيق. كل الدول والعالم كله لا يريد أن تتحول أزمة السودان إلى أزمة ما لا نهاية لها، زي اللي بيحصل في أوكرانيا النهاردة. أوكرانيا النهاردة مفيش حل، في أوكرانيا مفيش حل،
ليه؟ روسيا قالت كده، قالت ان احنا الحرب لن تتوقف، وبالتالي احنا مش عايزين يبقى الامر كده في السودان، احنا عايزين السودان بهذا التحرك المصري الكبير والقوي والمهم والمحايد، واشقائنا في السودان يعلموا ذلك، والمجتمع الدولي يعلم ذلك، ان احنا هدفنا الوحيد استقرار السودان. مصر من اول لحظة كان موقف مصري في اول كلمات خرجت من مصر عدم تدخل اي طرف اجنبي داخل السودان، مهم، وبالتالي اصبح لغة العالم كذلك، مفيش حد النهاردة يقدر يقول ان احنا هنتدخل، خلاص الموضوع شأن داخلي، ولكن يتطلب التحرك من الدولة الكبيرة مصر، واشقائنا يأتوا الى مصر للمشاركة في هذه القمة المهمة. العالم كله ينتظر بكرة مصر تخرج منها بإذن الله تعالى كلام يتعلق بوضع في السودان، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الموضوع ياخد، يعني يكون فيه زخم ويكون فيه بإذن الله حلول التي نتمناها جميعا ويتمناها أشقائنا في السودان اللي النهاردة بقوا موجودين في مختلف الدول، ولا نريد للسودان أكثر مما هي عليه الآن من يعني مسألة، لأنه بنتكلم على أعداد آلاف من الضحايا وعشرات الآلاف من المصابين، وهناك طبعا يعني تدمير ودمار شامل في مختلف المدن السودانية وخاصة العاصمة السودانية الخرطوم. خلينا نروح لأصدقائنا، وأنا بوجه تحية كبيرة لأصدقائنا جمهورية الصين الشعبية. يمكن ناس تقول لي حاجة غريبة، لا مستحقة، أمر مستحق إن احنا نشكر الصين والرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية. الصين يا جماعة تتعاون معانا أعلى مستوى من التعاون، الصين تقدم لنا أعلى مستوى من التكنولوجيا. النهاردة مصر اليوم في السويس في العين السخنة، مصر بتصنع حفار، مش أي حفار، للبترول لأول مرة بإيه؟ تعاون صيني وتكنولوجيا صينية. هذه حجم العلاقات المصرية الصينية، لم يتأخروا عننا أبدا. وزي ما بقول لحضرتك، أنت محتاج ده، أنت بتصنعه النهاردة وصنعته، ده معناه إيه؟ التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر بدلا من الاستيراد، رقم واحد. رقم اتنين، إنه هذه خطوة متطورة للغاية على صعيد التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الثقيلة التي تحتاجها وزارة البترول. رقم ثلاثة، توفير للعملة الصعبة. ما انت عايز حفارات، انت عايز بترول، عايز غاز، عندك عايز تحفر، استورد حفار بخمسة ونص مليون دولار، اسف ستة ونص مليون دولار الواحد، يبقى انت عملت ايه؟ رقم اتنين الاهم من كل ده، ان انت تاخد التكنولوجيا تنقلها عندك في مصنع عندك في العين السخنة، المصنع المصري الصيني في العين السخنة. والنهاردة مهندس سرق الملة موجود، نشوف أول حفار ندخل بهذه الحفارات بتاعتنا نصنعها، لأن احنا محتاجين النهاردة ندخل لتنمية وحفر الآبار للتنقيب عن الغاز والبترول. يبقى انت النهاردة بتعمل هذه النقلة الكبيرة جدا، لما تقول ان انا بعمل توطين للصناعة يبقى بتعمل حقيقي توطين للصناعة زي ما حضرتك تشوفوا كده. خلي بالكوا ده تحرك كبير جدا، تحول كبير في مسألة مشروعات البترول والغاز في مصر. لما انت يكون عندك حفارات، اول حفار صنع في مصر اللي قدامك ده بحضور مهندس سرق الملة، لما اتكلم كمان على الدولة بتشتغل في هذا المجال، بدأنا نشتغل، بدأ يبقى عندك النهاردة.
وكمان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ايضا موجود، وقيادات وزاره البترول ايضا موجودين النهارده. انت بتتكلم على نموذج حقيقي للتعاون المصري الصيني المثمر. خلي بالك انا بكلمك على موضوع في غايه الاهميه. اعرف البلد اللي بيقول لك البلد دي ما بتعمل، لا 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 لا، اقف هنا. البلد بتعمل، البلد بتعمل، عملت. دي بدايه النهارده. انت ما كانش عندك حد يجرؤ يقول لك ان انت تعمل حفار في مصر تصنعه. دي حفارات مش اي حفارات خاصه بآبار البترول والغاز، صنع في مصر بنسبه 100%، تصنيع في مصانع الشركه المصريه الصينيه في العين السخنه. ده نقله كبيره ليك، نقله كبيره لبلدنا، نقله كبيره لتوطين الصناعات الثقيله اللي يمكن كنت في اي مرحله تقول انا اقدر اعمل الحفار ده في مصر. لكن مين؟ شكرا لاصدقائنا الصينيين، والله شكرا. السفير الصيني في القاهره بنشكره، الجمهوريه الصينيه بنشكرها، الرئيس الصيني بنشكره. هذا هو التعاون الحقيقي، ان دوله عظمى بتديك وتنقل ليك تكنولوجيا حقيقيه، مش يقول لك ان انا مش انا هعمل لك عندك، لا، ده انت بيديك تكنولوجيا وينقلها ليك وانت كمان تشتغل. عايز اقول لكم معظم الاجزاء تم تصنيعها محليا. تاني، معظم اجزاء هذا الحفار الخاص بالبترول والغاز صنعت هنا، وخدنا جزء، وفرنا جزء محدود من الخارج، والباقي صنعته كمان داخل مصر، وعملت الحفار ده في مصر. ايه التقدم اللي انت رايحه؟ طب الصين عملوا معانا كمان موضوع الفضاء، زي ما بقول لك انت النهارده بتشتغل على كمان منظومه خاصه بالتعاون مع الصين في مجال الفضاء. السفير الصيني قال لك انه مصر اول دوله بنديها بنشتغل معاها في هذا المجال وبنتعاون معاها عشان يكون عندها يعني شغل كبير في مجال الفضاء. طيب ده بيعني ايه؟ زي ما بقول لك ان انت بتتكلم على نموذج حقيقي للتعاون. احنا بنتعاون مع دول العالم كلها، ولكن مش كل الدول بتديك التكنولوجيا بتاعتها، الدول كمان هيديك. طب وبعدين؟ الصين من اكتر الدول النهارده اللي بتدي مصر، بتنقل لمصر تكنولوجيا بتاعتها، تكنولوجيا متقدمه. الصين النهارده دوله عظمى، عندها كل حاجه، بتصنع كل حاجه من الفضاء وانت نازل، الفضاء والارض، كل حاجه متقدمه موجوده في الصين. فالنماذج الصينيه النهارده دي، ادي الفضاء، وانت بتتكلم النهارده على الصين بتساعدك، بتديك تكنولوجيا بتاعتها في مجالين مهمين جدا احنا محتاجينهم، مجال الفضاء ومجال كمان التنقيب عن المشروعات وزاره البترول، البترول والغاز. يبقى ده يستحق ان احنا بنقول متشكرين، يستحق ان احنا بنقول للصين شكرا على هذا التعاون معانا وتعميق الصناعه في مصر والتكنولوجيا في مصر. بنتكلم على فضاء وبنتكلم على بترول، نموذج حقيقي ومتقدم جدا للتعاون بين البلدين في ظل هذا، لانه يعني مصر تكون اول دوله افريقيه تملك قدره متكامله لتجميع واختبار اقمار صناعيه بعد ما يكتمل مشروع بين مصر والصين. ده احنا رايحين فين؟ احنا رايحين عشان زي ما بقول لكم الموضوع واخد ابعاد كبيره جدا، وده اللي يقول لنا حجم العلاقه بين البلدين، وربما هذا هو الامر المهم ان احنا نبقى عارفين كمان التعاون بين مصر والصين رايح لفين، ورايحين عشان ان احنا النهارده يبقى عندنا تعميق وتوطين الصناعات الثقيله. ما كانش عندك الكلام ده، لكن بدا يبقى موجود عندنا. عايز اطمن الناس اللي كانوا النهارده بيتكلموا على بطاقات التموين. بعض الاخبار نشرت النهارده قال لك هيبقى في كارت ذكي والغاء البطاقات. لا، بطاقات التموين موجوده، مفيش الغاء لبطاقات التموين. بطاقات التموين موجوده ومستمره ومفيش مشاكل خالص خالص خالص. اللي قالوا انه كارت ذكي، كارت ذكي بيتجرب، لسه تجارب، لسه بدري 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 بدري. تجربه. بطاقات التموين زي ما هي، السلع بتاعتك زي ما هي، لا اقتراب ابدا من هذه المنظومه. احنا بنجرب كارت. تاني بقول لكم تجربه، على سبيل التجربه بيتعمل دلوقتي كارت ذكي.
كارت الزكي ده هيطبق في محافظة بورسعيد بس. اولا اذا نجحت التجربة نبدا نطبقه في محافظة تانية، نجحت نعممه، يعني موضوع لسه بدري. لكن هي تجربة بدأتها وزارة التأمين من بدري عشان نوصل يبقى عندنا كارت ذكي. كارت الذكي ده ليس بديلا للبطاقة حاليا، البطاقة موجودة ومستمرة. عندما يتم التعميم نقول لك البطاقة مش موجودة، مفيش حاجة النهاردة هتلغى. التموين مستمر وبطاقات التموين مستمرة، ولا إجراءات تتعلق بإلغاء أبدا أبدا أبدا. بطاقة التموين اللي مع حضرتك روح خد بيها تموينك معاك من هنا لحد آخر الشهر، بدأت أول الشهر ومستمر للآخر، وتروح أول الشهر الجاي تصرف واللي بعده تصرف، مفيش مشكلة. كل سلعك موجودة وحاجتك موجودة، بنتكلم على 23 مليون بطاقة موجودة مستمرة. بعض الأخبار اللي طلعت النهاردة لم تكن دقيقة. في تجربة للكارت الذكي؟ نعم، لأنه عندنا منظومة تكنولوجية الدولة شغالة عليها إلى حين إنه البلد كلها ما يبقاش عندنا حاجة اسمها ورق. فالبطاقة مستمرة مستمرة. إيه الكارت الذكي اللي هيتعمل للتموين؟ ليس بديل للبطاقة. بنجرب، وده بقول لكم الكلام ده تبقوا عارفينه، لأنه بعض الناس نشروا حاجات ليست دقيقة، فأنا بقول لك المعلومة الصح. المعلومة الصح إنه بطاقة التموين اللي معاك في جيبك في البيت موجودة. اتلغت؟ لا. تمويني أخباره إيه؟ موجود. حد قرب منه؟ لا. حد جاي جنبه؟ لا. حد يجي جنبه؟ لا. أنا بطمنك بس. لكن لازم، واللي بقوله لك دي معلومات مش رأيي، دي معلومات. لما يبقى في حاجة شائكة لازم قبل ما أدخل الهوا أسأل وأكلم المسؤولين إيه الموضوع فيشرحوا لي، عشان أشرح لحضرتك المعلومة الصح. ما هنا من هذا البرنامج بتاخد معلومة الصح. فالمعلومة الصح إيه؟ في كارت ذكي بقالنا فترة التموين شغال عليه. كارت الذكي ده هيتم تجربته لأول مرة في بورسعيد. كام واحد اتطوعوا منه؟ 500,000 كارت. يعني ما اتطبعش منه ملايين؟ لا، 500,000 اللي اتطبعوا. الكارت الذكي ده حضرتك هتروح كده، تروح هيبقى عليه كل البيانات بتاعتك وكل المعلومات الأسرة بتاعت حضرتك على الكارت ده. هتروح تاخد بيه الحاجة بتاعتك. تأمين صحي، ما انتوا عارفين احنا طبقنا التأمين الصحي في بورسعيد، فهو بالظبط هتاخد بيه خدمة تأمين صحي، خدمة تموين، خدمات بريد، أي خدمة هتبقى على الكارت ده. الكارت ده شامل للعائلة، يعني مش شامل للأسرة. كل بنات الأسرة موجودة على هذا الكارت حضرتك، ورقة البصمة بتاعته، فكله موجود على الكارت الذكي ده. عشان أي خدمات بعد ذلك إن شاء الله يتم استخدام هذا الكارت، تأمين صحي، البريد، معاشات، أي تعامل مع الحكومة بالكارت ده. يبقى هذا الكارت كارت متكامل. زي أنت عندك النهاردة بتقول الدولة داخلة على تطوير على منظومة إلكترونية متكاملة، نعم. طيب هذه المنظومة يبقى أنا بعد كده أروح ببطاقة ورقية؟ لا، هو الكارت ده عندما تكتمل المنظومة الكاملة لل105,000,000، وقتها يبقوا 110 بقى ولا 115، مش عارفين، ربنا يزيد ويبارك أيا كان العدد. يبقى كل الجمهورية تستخدمه. هل ده هيبقى بكرة؟ بعد سنة؟ بعد 2؟ لا طبعا. لكن بداية التجربة في بورسعيد. ليه بورسعيد؟ لأن بورسعيد هي أول ولهم كل التحية، وسيادة المحافظ اللواء عادل غضبان له كل التحية، لأن بورسعيد حضراتكم هي أول محافظة في مصر مكتملة الرقمنة. يا لهم من سعادة لأهالي بورسعيد، لأنه عندهم أول محافظة عندها البنية التحتية المتكاملة الإلكترونية والرقمية في بورسعيد. حد تاني زيها؟ لا.
فعشان كده التأمين الصحي طبقته هناك، وكمان الكارت الذكي الخاص بالتموين هيبقى هناك، أو كارت خاص بالعائلة خدمات العائلة. بس هيبدأ لو نجحت في التموين، منظومة التموين في بورسعيد، تشوف محافظة أخرى، تروح مثلا الأقصر أسوان. ولكن ده مش معناه إن بطاقة التموين تم إلغائها، لن تلغى بطاقة التموين في هذه على الإطلاق. تلغى أنت عندما تكتمل منظومة الكارت الذكي الموحد. هتكتمل بعد بكرة؟ لا، قلت لك لا سنة ولا اتنين، محتاجة لسه مشوار طويل. لما تكتمل، وعايز أقول لكم ميزتها إيه؟ مؤمنة تماما. الكارت ده مؤمن تماما، أعلى مستوى من التأمين مؤسسات الدولة. الدولة اللي دخلت هذه المنظومة دخلت عاملة أعلى مستوى من التأمين لهذا الكارت، لا يمكن اختراقه ولا تزوير، ولا حد يقول لك خدت ولا صرفت ولا ما صرفتش ولا ركنت البطاقة، لا 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 لا. ده موضوع سيقضي على أي يعني محاولات للعب لا لا خالص. هو كارت عليه كل المعلومات وكل البيانات خلاص. أما صرفت سمع في كل الدولة، فحدش يجري ورا الشائعات ولا وراء من يروج انه الغاء بطاقات التموين. لن تلغى بطاقات التموين قولا واحدا، لا احد يقترب من بطاقات التموين الان ابدا، الا بعد، تاني بكرر عشان اوصل المعلومه للناس، اهالينا اللي قاعدين في البلد واللي قاعدين في القريه والنجع واللي عندهم بطاقات التموين. يا اهلي الافاضل محترمين، لا الغاء لبطاقات التموين. بطاقة التموين اللي معاك موجودة ومستمرة. لقيت بعض الناس قعدوا يتكلموا يقول لك ايه مصير بطاقات؟ بطاقات موجودة يا جماعة ما اتلغتش. حد يقول لك البطاقات، لا بطاقات التموين موجودة تاني. وزي ما بقول لحضراتكم، لو احنا النهاردة بنتكلم على بطاقة التموين وبنتكلم على الناس، بنتكلم على الوضع اللي موجود النهاردة على الأرض. 23 مليون بطاقة تموين و64 مليون مواطن مستفيد من التموين، مستفيدين موجودين، وعندنا 70 مليون واحد خبز مستفيدين. يبقى انت بتتكلم على 23 مليون بطاقة تموينية موجودة مستمرة، مش الغاء لأي واحدة فيهم. عندي 64 مليون واحد مستفيدين من التموين، عندي 70 مليون واحد مستفيدين من العيش. شوفوا الأرقام دي كلها، حد يقرب؟ لا لا لا، كل ده موجود. لكن زي ما بقول لكم الخبر، في تطوير في منظومة، أيوه في، بس مع اللي هو الكارت الذكي اللي أنا قلت لحضراتكم عليه، إنه هدفه إن إحنا بنعمل منظومة، بس لسه المنظومة دي هتاخد وقت، لأنه كمان اللي بيعمل الكلام ده التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي اللي بتعمل الإجراءات الخاصة بالكارت الذكي. مع وزارة التموين، مع الجهات المعنية المختلفة، عشان نصل في الآخر إلى كارت يعمم. الكارت ده هيبقى عليه كل الخدمات، بس لسه شوية. يعني عايز خدمة بريد، الكارت، معاشات، الكارت، صرف مش عارف إيه، الكارت. طب ده هخلصه بكرة؟ لأ، ده بس دلوقتي بورسعيد. قلت لحضرتك طبعه بس نص مليون، ما طبعوش لا مليون ولا ثلاثة ولا عشرة، ما طبعوش لسه، هو بس تجربة عشان نتأكد. زي ما عملنا التأمين الصحي في بورسعيد، أول بدأ التأمين الصحي في بورسعيد بدأوا تجربة الأول، ونشوف المستشفيات والناس تروح، وبعد ما بدأنا التجربة قلنا أيوة خلاص احنا نطبق التأمين الصحي فين؟ بورسعيد. فالأول تجربة أي زي أي حاجة، مش حاجة بتعملها كده. ده انت بتعمل كوبري النهارده لازم تعمله تجارب، تجيب عربيات زي محور دكتور طه حسين كده، نقل فوقيه عشان تعمل تجارب وتتاكد وتطمن على الامان والسلامه. هو كل حاجه كده، بجرب الاول وبعدين الميه في النهر الصناعي تعمل تجربه وتشوف الميه اخبارها ايه وتطمن عشان الدلتا الجديده. نعم، اي حاجه بتعملها كده، التجارب الاول. الونش والأوناء لازم تعمل كده، حفار بتجربه، حفار النهارده اللي صنعناه بجربه الأول عشان أطمن
حفار ده بيديني كل الامكانيات، بيديني كل الحاجات، ايوه بتقدر تعمل كل ده، وبالتالي تصل الى الهدف اللي انت عايز توصل له. وزي ما بقول لحضرتك، لما انت النهارده بتبقى عندك كل الخدمات، على فكره الكارت الذكي كمان ممكن بعد كده لما يتم تعميم التجربه ممكن يستخدم في تركب بيه المواصلات. انا بقول لك بعد كده هيكون كارت، هو كارت موحد للاسره، كل الخدمات بقول لك بما فيها حتى المواصلات ممكن بهذا الكارت. تاني الدوله عايزه تدخل في منظومه كبيره جدا، ان يبقى عندك حاجه واحده تخدم بيها كل حاجه، زي كده التذكرة الموحدة بره، تركب بتذكرة قطر بره، قطر اتوبيس مترو، لو في مونوريل، لو قطاع، أي حاجة تذكرة واحدة، تذكرة موحدة. وهنعملها هنا إن شاء الله مع وسائل النقل الحديث، هنعملها. أركب قطر من أسوان وجاي القاهرة، عايز أروح العاصمة، تنزل بالتذكرة موحدة، هتبقى في تذكرة موحدة، تاخد اللي هيوديك هناك. عندي مونوريل اركبه، طب عندي مترو اركبه، واروح بقى بيه لحد العاصمه مثلا، يعني على سبيل المثال. هيبقى عندك اركب اتوبيس، ايوه بيه، هيبقى هتصل لمرحله يكون عندك الدوله النهارده شغاله منظومه مختلفه ومنظومه حديثه. ليه؟ انت داخل على التكنولوجيا، انت عندك عاصمه، عندك جمهوريه، عندك كل مكان. النهارده عندنا في الصعيد هيبقى في خدمات النهارده بيشتغلوا عليها، اللي موجوده تعمل في حياه كريمه، مكاتب خدمة المواطنين، ما هيبقى هي المكاتب دي شغالة لا، خدمة تقدم للناس إلكترونية. أخبرني الليلة. مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع غدا. مصر تنجح في تصنيع أول حفار بترولي مصري الصنع بنسبة 100%. دكتور مصطفى مدبولي، مخطط تطوير القاهرة التاريخية سيحافظ على طابعها التراثي. وزير بترول، مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر. طبعا ده الكلام النهاردة مع الاتحاد الأوروبي، كان فيه مذكرة تفاهم الاتحاد الأوروبي، والنهاردة بيتم النهاردة يعني مباحثات مع الاتحاد الأوروبي أيضا. للمهندس سرق المولى اتكلم على الإمكانيات اللي موجودة في مصر بعد الاتفاقات اللي وقعت في قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. دكتور محمد بعيط، وزير المالية، إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم يحفز الاستثمار. وزير المالية، طرح 17 مشروعاً جديداً في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي. وزير الصحة دكتور خالد عبفار، يوجه بالتحقيق في حريق مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ، كان امبارح وكان فيه 27 واحد داخل المستشفى، نقلوهم لمكان آخر. الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأول مرة من 18 سنة زار مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي الصهيوني على المخيم الأسبوع اللي فات. عباس يتعهد إعادة إعمار مخيم جنين في زيارة نادرة بعد عملية عسكرية صهيونية. الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لا مجال لاستخدام أراضينا قاعدة للهجوم على أي دولة. مجموعة السبع دول الصناعية دول السبع النهاردة قعدوا طبعا اجتماع بعد اجتماعات حلف الناتو النهاردة في ليتوانيا، وتعهدوا بتقديم إمدادات أسلحة طويلة الأمد إلى أوكرانيا. روسيا بعد بيان الناتو على لسان ميدفيديف رئيس روسيا السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الحرب العالمية الثالثة تقترب. بايدن، أعضاء الناتو اتفقوا على منح عضوية الحلف لأوكرانيا بعد الحرب، والحرب لن تنتهي، هكذا قالت روسيا. الرئيس الأوكراني زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، قال لك كييف لن تكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب. وزير الدفاع البريطاني لزيلينسكي، لأنه زيلينسكي قدم قائمة طلبات لبريطانيا، قال لهم عايزين وعايزين، فرد عليه وزير الدفاع البريطاني، بصوا الرد،
نحن لسنا متجر أمازون، متجر أمازون الشهير طبعا. لافروف وزير الخارجية الروسي: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن خطط هزيمة روسيا. الناتو: أي استخدام للسلاح النووي ضد دول الحلف يغير طبيعة النزاع. الصين تطالب الناتو بوقف الاتهامات غير مبررة وتصريحات الاستفزازية. ومتحدث باسم الخارجية الصينية النهاردة عمل مؤتمر صحفي وقال إنه إحنا يعني هم بيتكلموا على الصين في حين إنه عندهم أسلحة نووية، وقال إنه طبعاً هم بيتوسعوا وإحنا الصين لن تسمح بتوسعات وتهدد أمن واستقرار الصين على الإطلاق، ومش هيسمحوا بنشر أي معدات عسكرية حول مناطق تهدد الصين. تايوان: القوات الصينية تجري مناورات جنوب الجزيرة. واتكلموا على 35 مقاتلة صينية مع عدد من السفن الصينية أجروا مناورات النهاردة بحرية. البطالة في بريطانيا ترتفع 4% والتضخم يكبل الوظائف. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق. بيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا. مجلس حقوق الإنسان الأممي أخيرا لسه فاكرين الموضوع بقاله شهر، لسه فاكرين النهاردة، يتبنى قرارا يدين حرق المصحف الشريف أو القرآن الكريم في السويد. باكستان تؤمن تمويلا من الإمارات والسعودية يعادل قرض صندوق النقد. الإمارات قدمت مليار دولار والسعودية قدمت 2 مليار دولار إلى باكستان، وباكستان طالبة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. نجوم الغناء حفلة على فكرة العالمين، مهرجان مهم وقوي جدا، وده هيكون بجد هيكون مفاجأة كبيرة جدا. نجوم الغناء العربي كلهم في العالمين بكرة، عايز أقول لحضراتكم ما فيش حد مش موجود، كله بكرة فين هيبقى موجود في العالمين. مهرجان قوي جدا وفي يعني ترويج كبير جدا للعالمين، واللي بيحصل في العالمين طبعا من يعني زخم كبير جدا، وطبعا هيكون هناك يعني أسماء لامعة واحتفالات مستمرة من الغد. يعني طبعا راغب علامة بكرة، من بكرة هيشارك في هذه الاحتفالات الرائعة. نانسي عجرم موجودة، إليسا موجودة، الموسيقار الكبير عمر خيرت موجود، نجوم زي ما انت عايز، يعني هيكون أحمد سعد وأنغام وكارول سماحة وكل اللي انت، وطبعا مدحت صالح وعلي الحجار وأي نجمة حضرتك بتحبه هيكون موجود في العالمين. احتفال عايز أقول لكم هيبقى فيه حاجات رياضية، حاجات ترفيهية، غنائية، كله بقى ايه، بدأت احتفالات العالمين، العالمين والسهر والعالم العربي كله، مصر والعالم العربي. وعايز اقول لكم كمان يعني حفلات اكتر من 12 حفلة، مش حفلة واحدة، اكتر من 12 حفلة، يعني نجوم من مصر والعالم العربي والعالم هيبقوا في العالمين. اكبر ترويج يتم في العالمين الجديدة، وعايز اقول لكم يعني هتشوفوا حاجه بجد هي دي تتكلم على مصر. ما تقوليش بقى مع احترامنا لاي حد، ما كل حد يعمل، ولكن احنا كمان لما مصر تدخل بتدخل ايضا بحجم الدوله المصريه وحجم مصر. وتاني يعني طبعا هيكون في حضور كبير، حضور رسمي، حضور شخصيات عامه، مستثمرين، وسائل اعلام مختلفه، يعني زي يعني كل الناس اللي بتحبوها مستمره حتى يمكن نهايه شهر اغسطس القادم. يعني انت تستمر من بكره حتى يوم 26 اغسطس القادم. انتوا شايفين قد ايه بنتكلم على شهر ونص تقريبا حفلات مستمره. موسم الصيف كله في مصر، احجز مكان، لن تجد مكان، احجز والحق من دلوقتي. أشقائنا العرب يلحقوا المتعة في مصر، المتعة في العالمين الجديدة. تاني العالمين الجديدة الإبهار والترفيه والحفلات وكل حاجة، واللي انتوا عايزينه كله موجود. اللي عايز بقى ايه، أحلى أكل وأحلى مطاعم موجودة في العالمين، الساحل الشمالي كله
أنا بقول لكم النهاردة نسبة الإشغال في هذه المناطق هتزيد عن 100%، هتصل حتى يمكن لحد قرابة مطروح كل الفنادق. تاني بقول لك إيه الحق، أنا بكلمكم بجد، أنا عارف اللي بيتعمل هناك. ما حصلش على فكرة، أكبر مهرجان وحفلات غنائية وترفيه في مصر وفي المنطقة، محدش بيعمل شهر ونص متصل من بكرة لحد يوم 26/8، وعليكم خير. حفلات أي نجم وأي نجمة تسمعوا عنهم موجودين، مفيش حد مش موجود، كله هنا، كله هنا. العالمين، الدنيا تنتقل إلى العالمين. والحق بقى، احجز بقى تذاكرك، واحجز بقى فنادق بتاعتك ولا الشاليهات بتاعتك ولا هي دي مصر، هي دي مصر. عندما مصر تتحرك، ما هو انت حجم حركتك بحجم قوتك الناعمة، حجم حركتك بحجم قوتك الناعمة. فانت عندك، انت القوة، انت هنا المركز، مركز الفن والتراث والغناء والترفيه كل حاجة، يعني اي حاجة تيجي تقول مصر. هيبقى عندك رياضة، عندك غنى، عندك مسابقات، عندك استعراض، عندك ايه كمان، عندك كمان عروض كمان، ازياء، كل حاجه حضراتكم تتخيلوها او لا موجوده. كلمك على شهر ونص، اللي هو الشهر ده اللي الدنيا كلها ايه، عايزين بقى بحر، بحر اتفضلوا تنبسطوا، اتفضلوا احتفالات، اتفضلوا. ما اروع الفنادق دلوقتي هناك، ما شاء الله ما شاء الله، بتاعه واللي شغال واللي لسه شغالين كمان عليه، ما عندناش مشكله في الحكايه دي. والمنطقه دي النهارده الطرق مش عايز اقول لكم توسعت ازاي، والخدمات فيها النهارده على اعلى مستوى، فليس لديك اي مشكله انك تيجي وتروح، مش ابدا شيء، وعندك ازمات في حاجه، يا كل المطاعم اللي انت عايزها موجوده كلها، المصري اللي بتحبه، اكلنا الجميل، اللي غير مصري، اللي يحب حاجات اخرى، كله موجود. تعالى انبسط، وانا بدعوكوا شقائنا العرب حبيبنا، ادعوكوا لمصر، زياره بلدكم، قضوا هذا الصيف في العالمين، قضوه في مصر وروحوا العالمين، قضوه في اسكندريه وروحوا العالمين، عايزين تقعدوا في العالمين اقعدوا، كل حاجه موجوده هناك، مش اي مشكله. ولكن مصر مختلفه عن اي مكان اخر، انا بقول لكم والله مختلف بمعنى الكلمه، مش هتلاقي اللي موجود في مصر هتلاقيه في اي مكان، والانبساط هنا. يا سلام على، عايز اقول لكم الحفلات دي، شوفوا اعداد المشاركه من الجماهير والناس اللي جايه من كل حته عشان تحضر راغب علامه، نانسي عجرم، مين ومين، اقول لكم على اكتر من كده كمان، ولسه وغالبا هيبقى فيه نجوم تاني، نجوم تانيين من الناس اللي انتوا ايضا بتحبوهم، قد يكون فيه مفاجآت بعد شويه عن نجوم هيشاركوا ايضا في هذه الاحتفالات الرائعه اللي هي من بكره ان شاء الله، نتكلم على بعد ساعات، بكره تبدا هذه الاحتفالات، غدا تشوفوا كمان العالمين الجديده. ترند النهارده، كابتن محمود البنا. كابتن محمود البنا لسه مش بشكل رسمي، انه هو غالبا اللي هيتولى اداره مباراه القمه غدا، هو رسمي خلاص يبقى محمود البنا. محمود البنا غدا كابتن محمود يدير مباراه القمه، الاهلي والزمالك، مباراه وحكام الفار ايضا، كل الطاقم التحكيم مصري. و طبعا في ناس يقول لك وليه ما تخلوهم، لا خلاص، هو مهم الحكم المصري، زي ما كان معانا من كام يوم كابتن جمال غندور، انه حكم مصري وتحكيم مصري يبقى موجود، وهذا امر ايضا مهم. ما يعنينا في هذه المباراه، خلاص هو الدوري، خلاص الدوري راح الجزيره، خلاص. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل عام وانتم بخير. رجع لبيته، رجع لبيته،
اللي يهمنا في هذه المباراة الروح الرياضية بس أرجو فريقين احترام، سلموا على بعض، جمهور احترموا بعض، شجع فريقك زي ما انت عايز، ابعدوا عن أي شتائم لأي حد. أرجوكم خلوها بكرة مباراة تليق باسم الكرة المصرية. رجاءً كفاية، العالم كله بيتفرج علينا، بيتفرج على هذه المباراة، الديربي الأكبر في المنطقة والشرق الأوسط وإفريقيا هو الديربي المصري. الأهلي والزمالك. العبوا كورة. خلاص يفوز من يفوز، الأهلي خلاص خد الدوري، انتهى الموضوع. يبقى إيه؟ نقدم مباراة حلوة، روح رياضية حلوة. أتمنى اللي يعنيني ويعنينا كلنا الروح الرياضية، كرة حلوة شجعها، سجل جون شجع فريقك، لا تقترب من الآخر ولا المنافس لو سمحتوا، انسوا أي كلام آخر وانسوا أي حاجة تانية، ركزوا مع لعبتكم، ركزوا أهلي مع فريق الأهلي، زمالك مع فريق الزمالك، بس لا ليك علاقة بده ولا ليك علاقة بده. مش عايزين أي خروج، عايزين انضباط، عايزين روح. التزم بالروح الرياضية. هذه مباراة اعملوها وعنوانها حب مصر، وأنا بقترح أهو مباراة في حب مصر تليق انتوا الفريقين الكبيرين. لو سمحتوا النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك، لو سمحتوا الروح الرياضية، علينا الدعوة جميعا أن تكون هذه المباراة شعارها من أجل في حب مصر. نقدم رسالة للدنيا كلها، الكورة كورة، خلاص اللي بره المستطيل الأخضر ننساه، ملناش علاقة بيه، احنا نركز في الملعب، نركز في ماتش حلو، عايزين كورة جميلة تليق بيكم، الدنيا كلها تتفرج عليكم، الناس كلها منتظرة القمة بكرة. مين يفوز مش مشكلة، مين كذا مش مشكلة، اللي يفوز نقول له مبروك، واللي يتغلب هارد لك، مش مشكلة. هذه هي كرة القدم وهذه روح كرة القدم. مفيش منافسة، المنافسة خلاص خلصت، الدوري خلاص مبقاش عندك مشكلة. النهاردة بقى عندنا ايه؟ نقدم مباراة تليق بالكبيرين الأهلي والزمالك، تليق بالجماهير العريضة أهلي وزمالك. مش عايزين خروج أبدا أبدا من أي واحد فينا، سواء جمهور أو لعيبة أو مجلس إدارة أو إداريين، مش عايزين، عايزين منتهى الانضباط، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، واللي يخرج عن هذا الأمر يتحمل أي عقوبات توقع عليه. يبقى احنا عايزين التزام ومش عايزين أي خروج، إنه كمان الدنيا كلها بتتفرج عليك. أما يبقى أهلي وزمالك يبقى لازم المباراة تكون بحجم الفريقين الكبيرين، حجم الجماهير العريضة الملايين، الجماهير أهلي وزمالك. فلو سمحتوا اتركوا التحكيم، سيبوا الحكم، سيبوا التحكيم، بلاش ضغوط على الحكم، بلاش ضغوط على التحكيم، سيبوا الحكم حكم خلاص، يحكم ويحكم بالعدل، ودي ثقتنا في حكامنا، الحكم بالعدل والتحكيم العادل والنزيه. حكم ملوش علاقة لا بأهلي ولا بزمالك، ليه علاقة بالعدالة، اللي في الفار زي اللي في الساحة العدالة بس، ملكش علاقة بمين، ملكش علاقة بأهلي ولا زمالك على الإطلاق. أنت حكم، حضراتكم حكام محترمين، وكلنا ثقة في التحكيم المصري، ولازم نديله هذه الدفعة الكبيرة وهذه القوة، يؤدي مباراة تليق أيضا بحكام مصر. ولتكن بكرة بداية كويسة قوي نبني عليها
أتمنى ذلك. إحنا بكرة مش موجودين معاكم على هوا، ولكن تاني بقول أتمنى ذلك. نحن نشوف الحكاية إيه وابعتها إيه. ماتش في الآخر يخلص، خلاص يخلص الماتش زي ما يخلص في الآخر. يتبقى مصر قدامكم، وأمانة بقولها على هوا اهو، مصر قدام كل واحد فيكم، جمهور، لاعبين، مجالس إدارات، إداريين، تحكيم. مصر فوق الكل، لا أهلي ولا زمالك، مصر الأول. خليها قدامك وقدام عينيك وانت بتشجع وانت بتلعب وانت بتحكم وانت بتدير من بره. مصر لو سمحتوا قبل اي حد وفوق كل حد، مصر. حوار اليوم اهلي زمالك، نعم طبعا. هيشرفنا كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، كابتن هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هيشرفوني النهارده. زي ما بقول لكم النهارده الاهلي والزمالك ودعواتنا الروح الرياضيه، مش عايزين ولا حاجه والله غير الروح الرياضيه فقط لا غير، لان هو الوضع اللي زي ما بقول لكم. كابتن هشام يكن وكابتن فتحي مبروك نجمين كبيرين، وبالتالي يعني قلنا النهارده كمان يكون عندنا فقره رياضيه بالكامل، لانه في الاخر احنا محتاجين نسمع، محتاجين نحلل، محتاجين نشوف، محتاجين نتكلم على الاهلي والزمالك كمان، يعني لانه نتكلم دايما سياسه كتير وحاجات كتير، فمحتاجين حاجات ايضا يعني لمشاهدينا الكرام نخفف عنهم شويه. انا من المرات القليله اللي بتكلم فيها عن او اعرض فيديوهات لي بتوع جماعه الاخوان الارهابيه، بس اللي هيتعرض ده مختلف شويه. في واحد منهم اسمه حسام الغامري، حضراتكم تعرفوه او ما تعرفوهوش، ده هربان من 2013 ومع هذه الجماعه الاخوانيه الارهابيه هربان، والفتره الاخيره طبعا كان معاهم ووسطيهم وبيطلع وبيقدم برامج وبيتكلم ومصر وبيشتم مصر وبيشتمنا وبيشتم الدنيا كلها يعني طول الوقت ليل ونهار، يعني كان شغال على مصر زيه زيهم يعني زيهم بالظبط، واحد منهم يعني ما تخلاش عنهم يعني. وفجأة بدأ يعمل فيديوهات يفضحهم. فضح أول واحد مين؟ الواد محمد ناصر، محمد كناريا، وقال لك ده عامل فضايح وله فضايح، هو اللي بيقول يعني الكلام ده بتاعهم هم مش كلامنا احنا. واتكلم على فضايح الواد محمد ناصر وقال لك فضيحة بتاعته، فضيحة يعني، قال لك كنت مستني جماعة الإخوان الإرهابية تفصلوا أو تحقق معاه. حسام الغامري اللي قدامكم ده بيفضح محمد ناصر وعماد البحيري، خلي بالكم. الغامري ده كان صديقهم، كانوا بيباتوا مع بعض واكلين شاربين مع بعض، مقسمين الفلوس مع بعض، بيرتبوا مع بعض، بينسقوا، يعملوا كل حاجه مع بعض، يعملوا كل حاجه مع بعض ويرتبوا ويظبطوا الدنيا، وهنعمل ايه والنهارده هنشتم مين، والسكريبت يتوزع معاهم زيهم زي بعض، كلهم مع بعض حاجه واحده. فكان حسام الغامري ده واحد منهم، جزء منهم. تاني بقول ده جزء منهم، جزء من التنظيم، جزء من اعداء البلد، جزء من العصابه. مجرد ما بدا يتكلم عليهم بداوا يسلخوه ويمسحوا بيه البلاط، ايوه مسحوا بيه البلاط. كتاب بتاعتهم كالعاده يعني، ما طول ما انت مش معاه حتى لو انت ايه عندهم يعني. تاني فحسام الغامري طلع اتكلم في ثلاث حاجات اربع حاجات بقى له كتير بيتكلم، بس انا ما كنتش مهتم. بس لما لقيت الفيديوهات ديت النهارده يعني صديق عزيز بيكلمني وقال لي هبعت لي مش عارف، فشفتهم قلت خلاص ليه انا بعرض لحضراتكم. طب اسمعوا الاول الفضيحه الواد محمد ناصر، محمد كناريا ده اسم الشهره اللي انا اطلقته عليه من سنتين ثلاثه، محمد كناريا، تعرف على طول اسمه محمد ناصر. احنا شايلين
حاسفين قصين الكلام على الحكاية عشان ما ينفعش. لكن هو مفهوم الحكاية مش محتاجة شرح. حسام إخوان غمري من ولاد البنا، حسن البنا. فحسام يعلم زي ما أنا أعلم، زي ما كتير يعلموا. وأنا قلت لحضراتكم ده، لسه بقول لكم الأسبوع اللي فات، أنا حاجات القصص بتاعتهم هكتبها في كتابي بدون بشير، بس الإشارات الأولى، أحرف الأولى لكل واحد، لأنها فضايح. ده لسه الأسبوع اللي فات بكلمكم عليها. فهذا هو، هؤلاء هم الإخوان. هو أنت مصدق أن الإخوان دول بتوع ربنا بجد؟ تفتكر؟ لا خالص. حسام نفسه بيقول لك كده، قال لك أنا كنت متوقع الإخوان أن هي قناة بتاعتهم، أنه لما يبقى عندهم واحد اسمه محمد ناصر ارتكب فضائح، فضائح، كان أول حاجة يعملوه معاه إيه؟ يحققوا معاه أقل حاجة، ثم يفصلوه. إذا هم بيتكلموا على الأخلاقيات، طب عمرهم ما يعرفوا الأخلاقيات، ولا عمر الواد محمد ناصر بيطلع يقول لك الحقوا. طب الأول يعني أقول لك إيه؟ كفاية اللي حسام الغمري بيقوله عليك، كفاية اللي فضيحتك مع حسام الغمري، مش احنا، حسام الغمر اهو. حضرتك تبقى عارف الناس دي كاذبون، وناس بيدلسوا على الناس، بيدلسوا على الرأي العام وعلى المشاهدين. يعني لما واحد يبقى عنده هذه الفضايح، على فكرة مش واحدة، مش فضيحة واحدة، لا بقول لك مش واحدة. حسام اتكلم على واقعة، في وقائع تانية. حسام الغمر ده قاعد معاهم من 2013، قاعد معاهم من 2013، فكل فضايحهم حسام الغمر عارفها، عارف تفاصيلهم. فعشان كده طالع حسام الغمر يعمل ايه؟ يفضح محمد ناصر ويقول له لا انت ما تقعدش بقى تضحك على الناس وتطلع تقول للناس الحقوا بيحصل ايه في مصر، لا ده انت المفضوح مش مصر. انت اساسا مكانك مش على الشاشه، انت مكانك اصلا في يعني ما تدفن نفسك. يعني إذا أنت بهذه الطريقة وأنت ترتكب هذه الجرائم وتطلع توعظ في الناس أو تدعي أن أنت المثقف اللي فاهم اللي بقول للناس خلوا بالكم، لا أنت قول لنفسك الأول. الأول لما أنت تبقى نظيف ومحترم وعندك أخلاقيات اتكلم عن الناس على الأخلاقيات بس. يعني إذا أنت لو أنت جواك شخص نظيف، جواك شخص محترم مع نفسك، عندك اخلاقيات، فاطلع اوعظ، قول، ادي نصايح وادي دروسنا. طالما انت ملوث، انت ملوث، اطلع على الناس ازاي؟ اقول لهم خلوا بالكوا فلان كذا، خلوا بالكوا البلد بيحصل فيها كذا، خلوا بالكوا. لا، محدش يسمع لك، رسالتك ما توصلش لحد، رسالتك غير ناضجة، رسالتك رسالة تدليس على الناس، والناس عمرها لا هتصدقك ولا هتاخد بكلامك بدليل. بقالكوا 10 سنين بتهوهوا، 10 سنوات هوهوة، 10 مش سنة، 10 سنين بيعيدوا نفس الكلام ونفس الحكايات ونفس الأكاذيب ونفس الدعوات ونفس التحريض. هو أكتر من كده فشل؟ يعني إذا 10 سنين بتقول نفس الكلام ومحدش يسمع لك، مفيش حد بيستجيب لك، ده معناه إيه؟ ما هو ده هو الفشل معناه إيه؟ إن أنت بتقول حاجة يا جماعة اعملوا، محدش بيعمل حاجة. طيب بتكررها السنة التانية، محدش بيعمل حاجة، وتقول لهم بكرة، محدش بيعمل حاجة، ويجي بكرة ويجي بعده، وتعدي سنة واتنين ويعدي 10 سنين، ونفس الكلام بتاعك ونفس التحريض بتاعك نفس الجرائم بتاعتكم، ولا حد بيسمعك. ده معناه ايه؟ الاجابه الفشل، نقطه بس. هما شغال ليه؟ بيقبض الموضوع اللي هو الحصول على فلوس، مال مرتزق، يعني قبضه، يعني هو بيستنى القرشين. ما هو لما قالش الشغلانه اللي بيعملها، ما دي شغلانته. شغلانته ايه؟ تحريض بقى. شغلانته ايه؟ ادي الناس ده، لا ما تديش حد. الناس مش مستنيه منك درس اصلا.
انت اللي عندك اللي قالوا عليك حسام الغامري ده يخليك تقعد في بيتك، تقعد في بيتك، يخليك يا اخي ازاي يبقى وشك مكشوف كده على الناس؟ ازاي يعني؟ ازاي تبقى وشك مكشوف على الناس يعني؟ وانت عندك هذه الفضايح. اللي قال ده حسام الغامري، ده واحد منكو مش براكو، ده واحد من الاخوان، واحد كان معاكم في قنوات بتاعتكم شغال معاكم. الله، دي ده كان مسؤول رئيس تحرير قناه الشرق اللي بيشتغل فيها الواد اللي اسمه عتاز، ده كان رئيس تحرير البرامج. يعني كل الكواليس والفلوس والترتيبات والتنسيق، وبيتعامل مع مين والسبوبه، ومين بيديهم ملايين الدولارات، ومين بياخد من الشنط، ومين بيعمل، هو مع الغمر ده. الله، الغمر ده عنده كل حاجه. مين بيبعت فلوس؟ مين بيكتب سكريبت؟ انهي اجهزه مخابرات؟ انهي دو؟ انهي الغمري؟ هو ده. يعني ما حدش يطلع فيهم يقول لك لا يجرؤوا، عشان هو اللي عنده ده، هو يا دوب بيطلع شويه حاجات كده اليومين دول بثلاثه ساغي يعني. اللي عنده ده غالبا هيعمل كتب عنهم، شكله الغمري ده هيعمل كتب، وكتب هيكون لها مبيعات رائجه، لانه هيتكلم على حقيقه هؤلاء ازاي باعوا مصر كلهم طبعا، ازاي تخلوا عن مصر، ازاي ارتموا في احضان الاخوان، ازاي الاخوان اصبحوا بالنسبه لهم دول مرتزقه، مرتزقه ميليشيات، ميليشيات اعلاميه في سوق اعلاميين. ما هو ده ميليشيا اكنه ماسك سلاح، بس سلاحه ايه؟ الكلام. ما هو ده بالظبط زي الميليشيات المرتزقه، هو لا يقل عنهم، هو زيهم بالظبط. ده يديله سلاح، وده بيديله برنامج، يديله شاشه يتكلم منها، فده مرتزق بالفلوس. ليس عنده ايمان باللي بيقوله اطلاقا. لو عنده ايمان، على فكره العيال دول، الواد ناصر ده عمره ما كان في التنظيم، لا، بس هو شغلوه بالفلوس، والواد مطر عمره ما كان في التنظيم. دول ناس مرتزقه. اخطر ان يكون تنظيمي، ما هو التنظيمي خلاص هو اخواني زي الغمري ده، اخواني خلاص. التانيين ما كانوش اخوان، بس تاخونوا بالاموال، اشتغلوا بالاجر. اشتغل ايه؟ بالاجر. يعني اديني كام فهشتغل، ما تدينيش خلاص انا مش قاعد معاك. يعني اديله اكتر، اديله، شغله بالاجر. طب يبقى ده ايه في علم اي شيء؟ ايه هو؟ يبقى دي ناس عندها اخلاقيات. يعني لو اسرائيل قالت تعالى هيروح لها، وعايز فلوس في الاخر. يعني ما عندوش عقيده بحاجه، ما عندوش ايمان بفكره اطلاقا. حصل مع ولد منهم اسمه ابو بكر، ما اعرفش خلاف ولا اسمه ايه، راح بيشتغل في التلفزيون الصهاينه. وكنت بالمناسبه الولد ده انا كتبت عنه، اتكلمت عنه في هذا البرنامج 2014 و2015 و2016. أبو بكر خلاف اللي بيشتغل حاليا في التلفزيون صهيوني. ما تقوليش الأموال يبحثوا عن المال، يبيع، مش عارف أقول لك يبيع إيه، مقابل الفلوس، كلهم كده. طب الغمري اتكلم على مطر اللي هو كان رئيس تحرير برنامجه وكل برامج قناة الشرق. اتكلم عنه واسمع بيقول إيه. المرتزقة، لما أقول لك مرتزقة، طب هو الغمري قال إيه عنه؟ قال إيه عن واد مطر ده؟ اسمعوا الغمري بيقول إيه على الواد معتز مطر. خفاجي ده اللي عامل لقناة الشرق الإخوانية طبعا، المعادية للدولة طبعا، قال لك إيه؟ إنه كلمه تعال له حط لي 30,000 دولار فلوس الأول يا راجل، نضال إيه وبتاع إيه؟ وإيمان بمبدأ إيه؟ فلوس الأول، حطيني في حسابي 30,000 دولار. حسام الغمري بيتكلم على الواد الهربان، كلهم هربانين على فكرة، الخاين اللي اسمه معتز مطر، قال له حطيني الأول فلوس، أولا المال. وقال لك ده كان في اعتصام وزارة الثقافة اللي هو كان ضد محمد مرسي عيسى العياط، يعني كان في وزارة الثقافة ضد مرسي، ولكن الفلوس تشغله مع مرسي. يعني هو كان ضد الإخوان قبل ثورة 30/6 معتز مطر. ما هو طلع في فيديو قال لك اه مرسي عليه انه كذا ويعمل مش طلع، لكن هو اشتغل بناء عليه. هو إخواني؟ أنا بقول لك لا مش إخواني. ما أنا قلت لك
وانا بقول لك كلام امين، مش بقول لك كلام ما كان ممكن اقول لك، لكن لا ما بعملش كده. قال اخواني بقول لك عليه اخواني، لكن مش عشان اي حاجه بقول لا، هو تاخونا فارق ما بين انه اخواني منظم عضو في التنظيم، وبين اللي تاخون عشان فلوس الاخوان بيشتغل لصالح الاخوان يدعمهم مقابل المال زي معتز مطر ومحمد ناصر. ليسوا اخوان ولكن تاخونوا فاصبحوا ولاءهم للجماعه، ولاهم لي بيشتغلوا اوامر الجماعه، يخدموا على 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 فكرهم، يخدموا على مشروعهم، بياتمروا باوامر الجماعه. هل في واحد النهارده يقدر يخرج عن طوع الجماعه والسمع والطاعه للجماعه؟ لا، فهو اصبح تاخونا وانضم ليهم. بس ده لايه؟ لانه يحصل على المال، يحصل على مقابل شغله، واشتغل شغلانة إخوانية بيشتغل، لو هو مش مؤمن بيها ما اشتغلهاش، لكن هو مؤمن بهذه الفكرة. طيب لو حد تاني عنده عقيدته كذا اشتغل، طب لو مش عقيدتي كده هسيبها اعطي بيتي، لكن لا، هو تأخونا وأصبح واحد منهم بيشتغل لحساب الجماعة عشان المال فقط، زي ما قال حسام الغامري. الغامري بيقول لك إنه قبل ما اتفقوا معاه قال لهم حطوا لي 30,000 دولار، يعني ما عندوش عقيدة أو عنده فكرة إن أنا الموضوع بالنسبة له مش فلوس، لا، الموضوع بالنسبة له الفلوس الأهم، مش الموضوع الأهم الفلوس هي رقم واحد. كان ممكن لو هو الموضوع بالنسبة له الفكرة مؤمن بيقول له خلاص هشتغل وبعدين نبقى نتكلم في الفلوس، لكن قال له أولا إيه؟ المال. يبقى هو يبحث هنا عن المال لا يبحث عن مشروع. سيبك من أي كلام همبكة بيقولوه بالليل، أي كلام بيقولوه. والغمري قال لك فلوس، ولما يبقى تعبان يقول لهم انا عايز مرتبه يزيد، فيقول لهم انا مش طالع هوا، مش طالع، فيروج ان هو مش طالع، فايه في ايه؟ يقول لهم زودوني. المال خلي بالك هنا الكلام بقى اللي تبقى حضرتك عارفه، عشان ده اللي بيديك درس ويقول لك خلي بالك، وده لا ملوش علاقه بيه خالص، هو ده يعني تعبان؟ ابدا، ده ملياردير هو ونصر. بياخدوا النهارده بياخدوا كل واحد 20 30 40 الف استرليني، يعني كل سنه وانتم طيبين، يعني من 30,000 وانت طالع السرليني في الشهر، اضرب بقى زي ما انت عايز تضرب في بكام، زي ما انت عايز يعني يقدر. لا، وكل شويه يزود وكل شويه تاني يزود، ما هم خلاص، ما الاخوان ما عندهمش ما عندهمش كوادر كالعاده، فشله، فيستعينوا بناس، بس ايه؟ الناس دي خلاص اصبحوا جزء من الاخوان، فكلما والاخوان عندهم فلوس كتير، تنظيم عنده تمويل رهيب، هيفرق معايا مدي الواد مطر 30 40 الف استرليني النهارده والتاني يديله 30 40، ولا يفرق معاهم اي شيء ولا حاجه، هو عايز المشروع بتاعه يستمر خلاص. بس دول فشلوا، ولا حد بيسمع لهم ولا حد بيثق فيهم ابدا، لانه لو كان حد بيثق كانوا راحوا عملوا اللي كانوا بيدعوا له بقالهم 10 سنوات 10 سنين. وده اللي قاله حسام الغامري. حسام الغامري قال لك احنا كان عندنا فرص ذهبيه، طلع الواد اللي هارب ده الخاين اللي اسمه محمد علي وخدوه وقال لك يلا وتعالوا نشوف، ولكن كان ايه الهدف من محمد علي؟ زي ما قال حسام الغامري كده، قال لك كان عندنا فرص، بس لانه فشل في كل حاجه وكالعاده فشل في كل حاجه، ويفضلوا الفشل وراهم وراهم وراهم. نشوف الغامري ده كان المحرض الرئيسي على 11 نوفمبر الماضي اللي انا نزلت يومها التحرير وكبرى قصر كوبري اكتوبر ورحت فيها ناحيه كرداسه، فاكرين اليوم ده اللي هو ما فيش صريخ ابن يومين، انا اللي نزلت في اليوم ده. فقال لك الدعوات اللي كنا عاملينها وفشلها نتيجه ليه؟ انه ناس شعب هنا عنده الوعي، الشعب المصري اللي عنده الوعي، عشان عارف دول بيقبضوا بس، وعارف دول دعواتهم كلها هدفها واحد، هد الدولة وهدم مصر، مش حاجة تانية، وأي حاجة بتتم في هذا الإجراء هدفها كده. قال لك الخناقة بتاعتهم عليه على السبوبة، الفلوس يا جماعة يا مصريين، الناس دي ما بيشتغلش عشان عنده قضية، عمرهم ما كان عندهم قضية، عندهم قضية واحدة، مصالحهم الخاصة، ازاي يكسب ويحقق ثروات من الفيديوهات اللي بيعملوها او الحاجات اللي بيتكلموا فيها بس. هو الهلك الغامري، ما هو واحد منهم،
ما هو كان بيحرض على 11/11، هو كان المحرض الرئيسي 11/11 الماضي، حسام الغامري ده اللي بيتكلم دلوقتي بيقول لك الحمد لله ما حدش طبح، الحمد لله ودايما الحمد لله بالنسبه لنا طبح، وعمره ما حد هيسمع لكم ولا عمر حد هيبقى معاكم ولا عمر حد، ما خلاص الناس فهمت الموضوع والناس واقفه مع بلدها بمنتهى القوه رغم الازمات والصعوبات. ناس واقفه مع مصر رغم الازمات، صحيح اتكلم بقى ايوه بشكل واضح. طب لما انت النهارده بيتكلم، هو بالمناسبه هو بيفضح الجميع، بيفضحهم، بيفضح حتى نفسه كمان، وبيتكلم عليه وبيتكلم على الواد معتز وبيقول لك كمان خلي بالك الفيديو قبل اللي فات قال لك التمكين، يعني كل الحكايه عايز يوصل لمين؟ الاخوان عايزين ايه؟ التمكين. الله، طب ما هو حكم وكان رايح للتمكين فعلا، اللي هو تمكين اللي هو اخوانة مصر دولة لن يذهبوا اليه ولن يحصل ان شاء الله مرة اخرى باذن الله تعالى. فقال لك احنا كل شغلنا ده عشان رايحين فين؟ التمكين، الاخوان، يعني ما اتكلمش على مصر، اتكلم على الاخوان. خلي بالك قال لك التمكين اشتغل، وده اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا لحضراتكم قبل 11/11 لما عرضنا الفيديوهات بتاعتهم اللي قاعدين في امريكا واللي قاعدين في لندن واللي قاعدين بره كلها، وكنا يعني وسطيهم وسطيهم بنسمعهم، وكنت باجي باللي اعرض لحضراتكم شفتوا بيقولوا ايه، بيحرضوا ازاي، هدفنا ايه، هنوصل لايه ونعمل ايه، مش كده؟ كنا قبل 11/11 بنعرض ده، كنا عارفين، كشفنا المخطط بتاعهم قبل ما يحصل ووضحناها لحضراتكم بشكل واضح، وكانوا يطلعوا بالليل يتكلموا علينا. هو عرف منين احمد موسى التفاصيل دي كلها؟ وكانوا بيتكلموا وسطيهم واحنا شايفينهم وسامعينهم، احنا هنا في البرنامج بالمناسبه، والله هنا معاهم وداخلين معاهم باسماء حركيه، اقول اكتر من كده، باسماء حركيه معاهم نسمعهم عادي جدا، وناخد ده ونعرضه، هو ده اللي كان بيحصل. فكشفنا، وحسام الغامري جاي النهارده يقول لك احنا كان هدفنا ايه؟ تمكين لا شعب مصر ولا الدوله المصريه، الاخوان. والرساله دي تبقى قدام حضراتكم طول الوقت، اي دعوات هدفها الاخوان يعودوا، لا ليها علاقه ان انت عندك مشكله اقتصاديه ولا ليها علاقه ان انت حد بيعمل مشروعك، لا لا لا، ولا يعني ايه؟ يعني حاجة واحدة، هد البلد يرجع الإخوان بس، حاجة تانية، دي القوة الوحيدة اللي أي وقت موجودة تاني، موجودة. فأنا كمواطن كرر قبل كده وضحك قبل كده، طب هيضحك تاني وتالت ورابع؟ ننسى، بس نسترجع ده شوية. لكن بمناسبة كلام الغامر دلوقتي على التمكين، التمكين مين؟ تمكين الإخوان، مفيش حد تاني طول عمرهم شغال على موضوع التمكين ده اللي بدأوه وعملوه، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا في 30/6/13 وخلصنا من هذا الملف تماما، ولن يعودوا، ولن يعودوا. اعرفوا الناس دي مفضوحين ازاي، اللي بيطلعوا يدوا دروس ويطلعوا يدوا نصايح للناس مفضوحين ومكشوفين ومعروفين. حبيت بس تعرف الناس دول بيعملوا ايه مع بعض. فاصل. ارجع مع حضراتكم مره ثانيه، نروح لسياده العميد محمود القاضي مسؤول الشركه المسؤوله عن تامين القمه الاهلي والزمالك غدا. اولا مساء الخير على حضرتك استاذ احمد موسى، مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. اولا عايزين نعرف الاستعدادات حتى الان، الترتيبات لمباراه الغد، الجمهور المطلوب من الجمهور ايه، الالتزام فيما يتعلق باجراءاتكم ايه، وهل عملتوا الاجتماع التنسيق النهارده ولا لا؟ والله على مستوى التامين احنا انهينا كل الاجراءات ووضعنا كل اللمسات الخاصه بتامين المباراه، من مراجعه الخطط والتعليمات الخاصه بالتامين، وعملنا بروفه النهارده في استاد القاهره بالعناصر اللي هي هتقوم بكره بتنفيذ التامين، وان شاء الله نكون على اتم الاستعداد لاستقبال الجماهير الكره اللي هتيجي تشجع المباراه. بالنسبه للمباراه
طبعا الكلاسيكو المصري الاهلي والزمالك يعني محط انظار جميع المصريين اللي بيشجعوا كوره، حتى واللي مش بيشجع بيتابع ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك. المباراه ان شاء الله بكره على استاد القاهره في تمام الثامنه والنصف بحضور جماهيري 6000 مشجع، 3000 لكل فريق. جماهير النادي الاهلي هتتواجد في مدرج الدرجه الثالثه شمال، وهيدخلوا من باب صلاح سالم. جماهير نادي الزمالك متواجده في مدرج الدرجه الثالثه يمين، وهيدخلوا من باب طريق النصر. بالنسبه حضرتك للضيوف المقصوره الرئيسيه، دول مش هيتقابلوا مع بعض، كل واحد جاي من اتجاه تاني. يعني ده اتجاه محور صلاح سالم، وده اتجاه محور طريق النصر. نعم. بالنسبه حضرتك لمجلس الادارات للناديين والضيوف من اتحاد الكره ورابطه الانديه، هيدخلوا من باب ال رشدان ومنه الى المقصوره الرئيسيه. بالنسبه للساده الصحفيين والاعلاميين، هيدخلوا من باب الفروسيه، وده باب المطل على نادي الزهور. نعم. يتبقى ان احنا ممكن نتكلم على الممنوعات او المحظور. لا، قبل محمود بيه، قبل الممنوعات، العدد هو 6000 ده الرقم النهائي. 6000. طبعا المباراه بكره هي مباراه في الدوري العام، كاي مباراه من المباريات اللي بتتلعب. المسموح ليها 3000 لكل فريق. فهي مباراه عاديه، ما فيش اي استثناءات فيها، زي اي مباراه من المباريات اللي بتتلعب في الدوري العام. 3000 للنادي الاهلي و3000 للنادي الزمالك. تبدا امتى الابواب؟ الناس تدخل امتى؟ اخر بدايه ونهايه؟ ان شاء الله فتح الابواب الساعه 4 العصر. نعم. وغلق الابواب مع بدايه المباراه، وده اعتقد وقت كافي جدا لدخول 6000. يعني احنا لسه يعني انتهينا من فتره مش طويله من تامين مباريات النادي الاهلي اللي كانت بساعه كامله في الاستاد. نعم. 50000 و60000. فبالنسبه لنا ان شاء الله للجماهير وللمنظمين والعناصر التامين، يعني 6000 ان شاء الله دي حاجه بسيطه جدا، ويعني يكون في سلاسه وسهوله ويسر في الدخول والخروج ان شاء الله. ايه اللي مطلوب من الجماهير اللي رايحه تشوف الماتش؟ مطلوب من الجماهير الالتزام بالروح الرياضيه، والظهور بالمظهر اللي يليق بالشعب المصري اولا. نعم. وبسمعه الكره المصريه ثانيا. نعم. دي مباراه متشافه على مستوى الشرق الاوسط. صح. مباراه متشافه على مستوى شمال افريقيا. يعني الناديين ليهم شعبيه في كل مكان. صحيح. فقبل ما نطلب الالتزام ما فيش ممنوعات والكلام ده، الحقيقه احنا عندنا استاذ احمد. نعم. يعني وعي كبير جدا مقارنه بجماهير بماتشات واحداث بتحصل في يعني. نعم. في ملاعب اخرى، حتى في ملاعب اوروبا. نعم. يعني في حاجات وخروجات عن النص وهتافات عنصريه، وناس. نعم. بتنزل ارض الملعب، وفي ناس بتدخل آلات حادة جوه الملعب. شفنا لقطات بدون ذكر الاسم المكان فين والمباراة كانت ايه. فاحنا الحمد لله عندنا وعي. بنأكد على الروح المعنوية، الروح الرياضية للجماهير. بنأكد على ان المباراة محدش يشد الجماهير لسكة التعصب. صح. لسكة ان هي في الاخر مباراة كورة، وكل خلاص الدوري خلص. الدوري خلص طبعا. النادي الاهلي اخذ الدوري، باركنا له وبنبارك له. النادي الزمالك اخذ الدوري السنه اللي فاتت، باركنا له. ودي رياضه فيها مكسب وخساره. نعم. فطبعا هي ده المطلوب، ان المباراه تخرج في اطار يليق بسمعه الكره المصريه، ان المباراه تخرج تليق بسمعه الشعب المصري. كل الناس بتتفرج عليك. هل في اي هتافات ممنوعه؟ في اي شيء ممنوع داخل الملعب في المدرجات اقصد؟ يعني الممنوع طبعا ان يبقى فيه لفتات مسيئة او شعارات تترفع. ان طبعا موضوع الـ 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 الهتافات او الكلام ده طبعا مش مقبول. ان طبعا يعني لجنة المسابقات والناس المسؤولة عن كده. نعم. اكيد بتبقى فيه عقوبات على اللي بيخرج عن النص. احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عنهم. نعم. يعني دي مش في المسؤوليات بتاعتنا. نعم. ولكن احنا بننشد الجماهير دي، لان نجاح المنظومة كلها بتاعت التأمين والمنظومة الرياضية كلها، التشجيع والجماهير ده عنصر اساسي منها. نعم. فنجاح المنظومة لازم يكون نجاحها الجماهير. والحقيقة انا طول في كل مداخلاتي سواء مع. نعم. حضرتك او مع باقي الزملاء بنشيد بالجماهير وبوعيها، لان ده فعلا حقيقه. صحيح. ملموسه احنا شفناها. في وعي من الجماهير، في التزام بنسبه كبيره جدا، وده اللي احنا على طول بنعول عليه في نجاح التامين ونجاح التنظيم. طيب. وهو وعي الجماهير. الجماهير يمكن كانوا بيشتكوا احيانا عن انه ما فيش ادوات التشجيع بتدخل معاهم، هل بكره مسموحه ولا لا؟
يعني الحقيقه يعني هي مش احنا كشركه مش يعني مش بنمنع او بنسمح بحاجه زي كده. هي احنا قائمه الممنوعات والمسموحات دي حاجه من اللي هي تسبب ضرر او اذى او حاجه تؤذي الجماهير او تؤذي اللي موجودين في ارض الملعب. نعم. وده اللي مش مسموح بيه او مسموح بيه. فاحنا النقطه دي مش عند الشركه خالص. الشركه الافريقيه مش مسؤوله عن موضوع ادوات التشجيع وخلافه. دي نقطه خلافيه مش معانا احنا. نعم. طيب. انما ان شاء الله احنا جاهزين لاستقبال جموع الجماهير سواء كان من الاهلي او الزمالك. نعم. طبعا في نقط تفتيش للامن النسائي موجوده على الابواب. نعم. بناكد من خلال برنامج حضرتك ان ما حدش يصطحب معاه مخالفات لانه مش هيدخل بيها وهيضطر يرجعها. نعم. فيعني المخالفات اللي على طول بتتداول وبنشوفها في المباريات ان في ناس بتبقى جايه المباراه وناسيه انه معاه باور بانك. بعض السيدات والأنسات بيبقى معاهم في الشنط بتاعهم المزيل العرق والبرفيوم والعطور، ودي حاجات تسبب اشتعال اللهب فمش مسموح دخولها. دي ممنوعه كمان؟ اما هي اي حاجه بتسبب اشتعال ومن ضمنها طبعا مزيل العرق، الحاجات اللي هي فيها بخاخ دي بتحدث لهب فدي ممنوعه. ويعني غالبيه الانسات والسيدات بيبقى معاهم على طول في شنطهم الحاجات دي، فاحنا بناكد على الحاجات دي ليه؟ لان هي بتعمل يعني بتعمل نوع من المضايقه للجماهير انه يقف في الصف ولحد ما يجي يلاقي نفسه هيرجع يرجعها تاني. فاحنا بناكد عليهم لنوع من ان هو يبقى فاهم وان هو يلتزم فما يحصلش اي مضايقات او حاجه ويجي يحضر المباراه بتاعته. يعني احتفال مباراه الكوره ده حاجه احنا بنستناها بتفرحنا، يعني بتدخل السرور على الشعب، حاجه فرحه ببلاش. فاحنا بناكد على كل الحاجات اللي تيسر لهذه الفرحه، تيسر، مفيش حاجه تعكنن عليك. مسموح يعني الاعلام، اعلام الفريقين واعلام مصر مثلا مسموح ولا الاعلام ولا لا؟ مسموح بالاعلام بالتنسيق مع الجهات الامنيه اللي هي موجوده والجهات المنظمه، بيبقى في تعليمات بخصوص دخول الادوات التشجيع والاعلام والكلام ده، وبتبقى دي حاجه بالتنسيق مع الناس المسؤوله عن الناس اللي مسؤوله عن الجماهير او اللي داخله، بيبقى في مثل يعني اتفاقات وحاجات هندخل ايه النهارده، يعني في قائمه مسموحات احنا كشركه مش بنبقى طرف فيها. طيب لانه ممكن اللعيبه وصلوا، الفريقين وصلوا، وبالتالي يبدا من هنا دوركم التامين سواء اللعيبه او التحكيم. ايه اللي بيتم وقت وصول لاعبي الفريقين وايضا طاقم التحكيم؟ الحقيقه طبعا احنا متواجدين في الاستاد من الساعه 11 الصبح. استلام محيط الاستاد الخارجي الابواب من قبل وصول اللعيبه والحكام باكثر من 6 ساعات. الشركه موجوده. بمجرد ما يبدا وصول اللعيبه والحكام بيبقى منطقه نفق اللعيبه والحكام جاهزه تماما لاستقبال الحكام واللعيبه. ممنوع تواجد اي حد غير مصرح ليه بالتواجد لتوفير الجو المناسب للعيبه. يعني مفيش حراسات لصيقه ولا اعداد زايده، ولكن التامين بتاع الشركه بيعتمد على ممنوع تواجد اي حد مش مسموح ليه بالتواجد، سواء كان مصور او صحفي او عامل او اي حد هو بيبقى حابب ان هو يدخل يتصور مع اللعيبه او خلافه. فاحنا بنوفر الجو المثالي للعيبه وللحكام، لان الساعتين ثلاثه اللي بيبقوا قبل الماتش بيبقوا تركيز عالي جدا سواء كان من اللعيبه او الحكام. فاحنا بنوفر المنطقه اللي هي من باب دخول اللعيبه حتى باب دخول ارض الملعب اللي هو النفق اللعيبه بالمنطقه المحيطه ليه، ممنوع تماما تواجد اي حد فيها من قبل وصول الحكام واللعيبه باكثر من 3 ساعات. هل ممكن سيادة العميد محمود لو حد عمل اي اجراء خارج عن يعني الاجراءات اللي انتم محددينها تمشوه تاخدوه من المدرجات وتخرجوه بره، ولا ده لا ما بيحصلش؟ الحقيقه يا استاذ احمد هو يعني احنا كشركه مش متواجدين داخل المدرجات. ودي بحب يعني من خلال برنامج حضرتك بناكد احنا مش متواجدين داخل المدرجات. بتقتصر دور الشركه على التفتيش والتنظيم داخل البوابات حتى الوصول الى المدرج، بالاضافه الى تامين ارض الملعب وغرف اللاعبين والحكام. انما المدرجات احنا ملناش عناصر امنيه داخل المدرج. وبالتالي لو حد اخطا داخل المدرج هي خارج نطاق المسؤوليه بتاعتي. سيادة العميد محمود القاضي بشكرك شكرا جزيلا. غدا الأهلي والزمالك، القمة، الديربي المصري الكبير والمرتقب، والجميع النهاردة بيتكلم على هذه المباراة ويستعد لهذه المباراة المهمة. نروح للمهندس طارق المولى وزير البترول. النهاردة أول حفار صنع في مصر بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. نتابع
وكل التحية مرة أخرى لأصدقائنا الصينيون. بحضور السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، أقيمت احتفالية كبيرة لتسليم أول حفار بترول يحمل شعار صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر في العين السخنة. سعداء أن احنا نكون موجودين في إحدى الشركات المصرية اللي فيها شراكة صينية بنسبة 50% 50%، وموجودة في محافظة السويس في المنطقة الصناعية علشان نحتفل بالانتهاء من تصنيع أول جهاز حفر للبترول. ويمكن احنا بنتكلم على انه الشركة دي كانت موجودة بقالها كم سنة، لكن الحمد لله قدرنا نوصل في النهاية ان احنا نصنع جهاز حفر كامل بقدرة 2000 حصان، والحمد لله انه مش بس صنعناه وبعدين هنبتدي نساوي، لا صنع وليه العميل بتاعه وليه الشغل بتاعه، هيطلع من هنا على طول على الصحراء الغربية ليه برنامج حفر. يمكن احنا كنا بنقول انه أهمية هذه الأجهزة دلوقتي وتصنيعها محليا، انه مع زيادة أسعار البترول في العالم اللي هي أصبحت النهاردة بتتراوح من 75 ل 80 دولار للبرميل، أصبح النهاردة من المجدي جدا لشركات البترول العالمية والشركات الوطنية انها تبتدي تعمل أعمال حفر استكشافي وحفر إنتاجي للبترول، لأنها بقت فيها هامش ربح جيد. وبالتالي النهاردة كل أجهزة الحفر في المستوى العالمي والمستوى المحلي محجوزة لعدة شهور وسنوات قدام، وبالتالي هيبقى الحل ان احنا نتوسع في الانتاج المحلي من اجهزه من هذه الاجهزه علشان نمكن قطاع زي عندنا ان هو يطلع اكتر كميه من الموارد الطبيعيه اللي موجوده عندنا ان شاء الله. من ناحيه تانية طبعا احنا سعداء لانه يمكن المكون المحلي في هذه الحاله اللي الجزء الكبير منه هو الوزن بتاعه والحجم بتاعه والضخامة والجزء الكبير موجود في عمليات الحديد والصاج، لأنه زي ما يمكن شفته في التصوير أنه هو مكون حديد كبير، ويمكن احنا عارفين طبعا عندنا صناعة صاج وحديد كبيرة في مصر، فالحمد لله الحديد ده مصري. الجزء الثاني والأجهزة الأخرى جزء منها كتير محلي، لكن في جزء تكنولوجي وهو الجزء الخاص بالرقمنة والتحول الرقمي والشاشات الإلكترونية وأجهزة القياس والحساسات وغيرها، دي جزء منها مستورد طبعا. ده اللي احنا بنحاول مع الوقت مع زيادة هنقول تبادل الخبرات مع الجانب الصيني والمعرفة من خلال شراكتهم لنا واهتمامهم بأن هذه الشركة تبقى ناجحة، لأن هم شركائنا 50% فهمهم الشركة تبقى بتحقق أرباح. فالنهاردة احنا قدرنا نوصل لحوالي 50% مكون محلي من أجزاء مختلفة من الجهاز، وإن شاء الله نحاول في خلال الفترة الجاية دي مع زيادة عدد الأجهزة اللي بنصنعها محليا نزود هذا المكون لستين أو 70% إن شاء الله، وده يبقى في حد ذاته إنجاز كويس مع العلم أنه جهاز زي ده تكلف حوالي 6.5 مليون دولار. فأتصور أن احنا ماشيين كويس، وكمان بنهيئ فرص عمل لأبنائنا، وكمان بنتعلم خبرات ما كانتش موجودة عندنا من خلال هذا النوع المتخصص جدا في الصناعة. مشروع عظيم المهندس طارق الملا الحقيقة في قطاع البترول قطاع ناشط، وزي ما بيقولوا كده احنا كلنا كمصريين لما بنقرا اي حاجه في قطاع البترول بنبقى سعداء بيها. اتفقت مع معالي الوزير ان انا هجيب شركات الحديد والصلب اللي موجوده عندنا في السويس، وهم اكبر شركتين موجودين سواء السويس والصلب او حديد العز، وهنقعد معاهم علشان خاطر يبقى في سعر تفضيلي للشركه ان شاء الله، لان ده الحفار رقم واحد. احنا لسه عندنا من 4 ل6 حفار اخر هيتم انتاجهم، ودول كفيلين انهم يفتحوا خط انتاج مخصوص في شركات الحديد والصلب. اعتقد انك انت بالعظمه اللي انت شفتها دي بالكامل، لو المكون المحلي يتحسب بس على توتال الهيكل دون هيطلع مش اقل من 50-60%. بجد احنا بنأجر الحفارات بتاعتنا كمصر بنأجرها بكم مليون دولار في السنه للحفار، وانا بنتج الحفار ده الوزير قال لك 6.5 مليون. احسب يعني ممكن في سنتين ثلاثه تكون جبت ثمن حفار وبقى الحفار ملكيه خاصه لمصر، ده الجزء الاولاني بس ثمن تأجير. لكن
العمالة اللي بتشتغل على الحفار ونقل الخبرة والتدريب بتاع الناس دي والقدرة على انها تنتشر في جميع اماكن العالم، ولما يبقى عندك 7 حفار انتاج مصري بالكامل، انت بتتكلم في منظومة جديدة. يعد تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة لتوطين الصناعة، وايضا تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الابار لزيادة الانتاج المحلي. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي. ولكن أيضا ماذا عن التعاون الاستراتيجي 15 عاما بين مصر والصين وتوقيع أيضا عقود جديدة اليوم في منطقة العين السخنة؟ ماذا قال الأستاذ وليد جمال الدين رئيس منطقة الاقتصادية بقناة السويس؟ نتابع هذا التقرير أيضا. جهود الدولة المصرية من 15 سنة واستكمالا للبنية التحتية اللي تم توفيرها الفترة اللي فاتت ووصل لها نجاح كبير بعد خلق بيئة العمل المتوفرة داخل المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجولات الترويجية اللي تمت الفترة اللي فاتت وخاصة مع الصين، بالإضافة إلى الرؤية المشتركة بين القيادة السياسية بين الدولتين والتاريخ العظيم بين الدولتين ابتدى يجيب ثماره حاليا، وهم دلوقتي بيبصوا للمنطقة الاقتصادية من حيث أنها منصة للتصدير لعدد التصدير في الأسواق المجاورة نتيجة بما تتمتع به مصر من الاتفاقات الدولية مع أوروبا، مع الدول العربية، مع أفريقيا، مع الأسواق اللاتينية. حجم الاستثمار في حدود 1,700,000,000 دولار تمت من خلال الشركات وشركة تيدا داخل المنطقة بتاعتهم، وإحنا متطلعين لأكثر من ذلك، وفي شركات صينية هتشتغل من خلالهم، وفي شركات صينية هتشتغل مباشرة مع الهيئة، يعني مثلا زي كدير بالذكر مشاريع الهيدروجين الأخضر، في كذا شركة صينية مهتمة تعمل مشاريع الهيدروجين الأخضر مباشرة مع المنطقة الاقتصادية، عشان هي في كلاستر اللي هيتعمل للمجمع الصناعي بتاع الصناعات ولكن احنا من خلالهم ومن خلال التعاون معاهم عملنا الجولة الترويجية وقابلنا ناس كتير في قطاعات مختلفة لجذب المزيد من الاستثمار. مفيش رقم محدد مستهدف، ولكن احنا عندنا امل ان احنا نجيب على اكثر قدر من الاستثمار في كافة القطاعات، كانت صناعة الدواء، كانت المستلزمات الطبية، كانت الكيماويات، كانت بتروكيميكلز، كانت صناعة السيارات وصناعة المغذية ليها، صناعة الهيدروجين وصناعة المكملة، ودي أهم من صناعة الهيدروجين عشان مش يوفر بس للسوق المحلي ولكن الأسواق المجاورة برضو. وبالتالي احنا بنتعاون معهم تعاون وثيق، وكمان المهم برضو الشغل معهم في الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتزود وتعمق الصناعة المحلية. طبعا كل البنية التحتية دي بتساعد كتير، لولا التم من الاستثمارات في ميناء السخنة ما كناش قدرنا نجيب العدد الكبير من الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، عشان هم محتاجين الميناء لتصدير كافة الانتاج من الهيدروجين إلى أوروبا خاصة وتمويل سفن في قناة السويس. وبالتالي القطار السريع ربط الميناء السخنة بالبحر المتوسط بقطار التراس ده شيء مهم، وبيدي بدائل للصناعات وبتعمل محور لوجيستي بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. البنية التحتية دي هي من إحدى العوامل الجاذبة داخل المنطقة الاقتصادية، عشان كده المنطقة الاقتصادية والدولة المصرية استثمرت فيها أموال كثيرة الفترة، وابتدت هي ده السبب الرئيسي اللي مخليها المنطقة الاقتصادية إن يبقى عندنا فرق بين عديد من الدول والترويجات اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت. بنتابع مع حضراتكم أيضا من 2015 كده تقريبا، كان معانا هنا رئيس حزب الشعب الجمهوري مهندس حازم عمر في هذا البرنامج، مش حتة تانية يعني. وقتها 2015 حزب كان تأسس يمكن أواخر 12 أيام مرسي، ما كان بيحكم تقريبا في الوقت ده، ثم بدأ تحرك الحزب على الساحة، يعني تأسيسه مش في عهد الرئيس، تأسيسه أيام محمد مرسي حزب الشعب الجمهوري. طلع معايا في 2015 مهندس حازم عمر وبكلمه عن الانتخابات الرئاسية عام 2015 مش 23، بقول له يعني ممكن حد فيكم؟ قال لي اه. بكرة سنة جاية؟ قال لي لا.
اللي بعدها لا، راجل بيتكلم 2015 في هذا البرنامج على انه كحزب، على فكرة وقتها انا بسأله وهو بيتكلم بثقة كده وانا يعني استغرب، ايه الحزب اللي بيتكلم بعد 17 سنين هيبقى عنده مرشح رئاسة؟ يعني ما كنتش كمان متوقع، او مش عايز اقول مش مصدق، ايه الطموح يعني؟ ايه الطموح 2015 وبيقول لك، بقول له السنه الجايه، يقول لي لا. طب بعد 7-8 سنين؟ قال لي لا، بعد 10 سنين. بعد كام؟ 10 سنين يكون عندنا مرشح رئاسي. والله المهندس حازم عمر قال لي كده في 2015، واليومين اللي فاتوا بيتكلم على خوضوا الانتخابات والحزب قعد واللجنة العليا قعدت وعملوا انتخابات داخلية، هو أصبح هو مرشح رئاسي، خوض الانتخابات الرئاسية الجاية عن شعب الجمهوري. قال إيه حازم عمر؟ طب أسمعكم قال إيه معانا في 2015؟ طب اسمعوا، عمل فيديو النهاردة بيتكلم فيه على خوض الانتخابات الرئاسية. طب نشوف. السادة أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري في كافة ربوع مصر، أتوجه لكم بجزيل الشكر على ثقتكم الغالية وإيمانكم العميق باستراتيجية الحزب والتي كانت واضحة منذ تأسيسه في 12 سبتمبر من عام 2012. لقد كان أحد عناصر هذه الاستراتيجية بأن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحا رئاسيا وأن يسقله بالخبرات، وذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ إنشاؤه. وتم الإعلان عن تلك الاستراتيجية بشكل واضح دون مواربة منذ 8 سنوات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال منافستنا في الانتخابات النيابية في نوفمبر من عام 2015. نحن نراهن أن نكون رقم واحد في الأداء. الأحزاب تنشأ لكي تحكم، هذا هو هدف الحزب. هدف الحزب صحيح برصانة سياسية وبالتزام خلقي وأدبي وسياسي وباحترام. ما المانع؟ لما لا؟ لما لا؟ بعد سنة، بعد 10، بعد لا المهم سنة، لا مش سنة ولا أربعة، بعد دورة أو دورتين. بعد دورتين من دلوقتي؟ أيوة، بنتكلم في 10 سنين. أيوة 10 سنين من دلوقتي سيكون لنا مرشح لرئاسة الجمهورية. خطتنا في 2020 أن نكون الأكثرية وليس الأغلبية. صعب نكون الأغلبية في 2020. في 2025 نعم نخطط لكي نكون الأغلبية ولكي يكون لنا مرشحا للرئاسة. واليوم وبعد أن استطعنا بالجهد الدؤوب تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيجية وأصبحنا بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ، وكذلك في عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية في جميع محافظات الجمهورية، أعلن لكم اليوم قبولي تكليفكم السامي لي بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية. هذا المنصب الرفيع الذي يلقي بمسؤولية كبيرة علينا تجاه الوطن وتجاه الشعب، وأدعو الله أن يعيننا جميعا على تلك الخطوة وأن يكتب لنا السداد لما فيه الخير لمصر والمصريين. فنحن حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيديولوجي وأهداف وطنية سامية نسعى خلفها ولدينا من الإرادة والقدرة على تحقيقها مهما بلغت صعوبتها. وأخيرا دعوني أؤكد لكم بوضوح بأننا ماضون في طريقنا غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا، مترفعين ومتحملين الصعاب في صمت كعادتنا دائما في سبيل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية. حفظ الله مصر وشعبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظيم، خطاب رصين. هل الانتخابات دي حد يقدر يمنع أي واحد تنطبق عليه شروطه يدخل الانتخابات؟ أبدا والله، أي شخص شروط موجودة وواضحة، خد مادة 140 في الدستور واللي بعدها شروط الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، اعمل ده وظبط وانزل الانتخابات، حدش يقول لك لا. ولكن في ناس عندهم رأي في الانتخابات،
اللي هو ايه؟ عايز يشكك في اي حاجه قبل ما تبدا عمليه انتخابيه. قبل ما تبدا تلاقي بعض الناس بيتكلموا يشككوا. يا سيدي ادخل انتخابات ما حدش هيمنعك. يا سيدي مالكش علاقه باي مرشح اخر. ادخل يا سيدي واتكلم على برنامجك. اعمل قول ان انا اعمل يلا. هل في حد هيمنع؟ محدش يمنع حد. لكن قبل ما تبدا انتخابات تجد اصوات. اصوات يعني هو رايه حر فيه. بس انا كمان مش عايز الناس قبل ما نبدا الانتخابات يشككوا في كل حاجه. يشككوا حتى في ممارسه حقيقيه هتحدث او بتحدث. يشككوا حتى في القضاء واشراف قضائي كامل يشككوا فيه. شككوا في نزاهه انتخابات قبل ما تبدا. يا جماعه احنا عندنا قضاء، عندنا اشراف قضائي، ازاي يعني شككوا؟ حد يشكك في ده؟ وتجد هؤلاء للاسف من اللي بين قوسين اللي بيسموا نفسهم نخبه، واللي انا بقوله عليهم النخبه الفاسده بعد 2011، عشان دول اللي كذبوا على الشعب، ودول اللي كان ليهم ميراث وكتابات واراء هي اللي خلت يحدث ارهاب من خلال جماعه الاخوان. ارهاب اغتيالات وارهاب فكره حتى لاي حد معارض ليهم. دول اللي بيقول لك عليهم النخبه المثقفه، ليسوا كذلك. نخبه فاسده. وانا بعني كلامه دايما اقول الحكايه دي ما بقولهاش النهارده. بقولها بقى لي 10 12 سنه. النخبه الفاسده. اللي لبست البلد في الاخوان. واللي عايزين تاني النهارده يلبسوا البلد ايضا تاني في اذناب الاخوان. وعملاء الاخوان. وابواق الاخوان. هم ما تابوش. قول رايك. انت حر. ما بقولكش ما تقول زي ما انت عايز. ما انت قلت قبل كده. وعملت ايه؟ صلحت؟ ولا خربت؟ خربت. لما انت قلت خلاص عملتوا ايه 2011؟ طب وبعدها؟ وجبت الاخوان وللاسف تحالفوا مع الاخوان. هم واحد واحد، مفيش حد براهم، هم نفس الاصوات للاسف. وجاي النهارده يتكلموا ويقول لك انتخابات. طب يا سيدي ما تصبر تشوف الانتخابات، تصبر لما يتم اي اجراء خاص بالانتخابات. يا سيدي ما تدور على مرشح وادعمه واتكلم عنه واطلع بيه السما. محدش هيقول لك لا، ادعم المرشح اللي انت عايزه، محدش هيمنعك والله. ليه تقسوا على بلدكم وعلى انفسكم كمان؟ ما هو خلي بال حضرتك، سيبك من احمد موسى وانا بتكلم دلوقتي، ما هي الناس عارفاك خلاص، عارفه انت كنت فين 2011 وما قبل وما بعد 2011، وعارفه انت كنت فين ايام الاخوان، كنتوا قاعدين على حجر الاخوان. مش هقول حاجه تانيه، قاعدين على حجر الاخوان. نفس الاشخاص ونفس كتاباتهم ونفس ارائهم اللي كانوا بيقولوها لسه بيقولوها النهارده، راجعين تاني يعيدوا اللي عملوه في البلد. طب يطلع خطاب زي حازم عمر دلوقتي؟ ما يطلع خطاب زيه، ويطلع 20 30 40 50، ما يطلع زي ما يطلع، والخطاب كده ايجابي محترم. يا اخي انزل انتخابات، محدش هيمنعك والله. ولكن ليه انت عايز ترمي تراب على كل حاجه في البلد؟ هل ده اللي نجحك؟ هل الخطاب العدائي او الخطاب الاسود هو اللي نجحك؟ انا بتكلم بشكل عام دلوقتي، لا اقصد اي مرشح او اي حد عايز يقول، لانه مفيش مرشحين. مفيش مرشحين، حد عنده نيه للترشح، نوايا للترشح. لم يفتح الباب ويقدم ورق ويقبل ورق يبقى ده مرشح، انما غير كده لسه كله على الباب، كله على الارض زي ما بنقول، محدش لسه يعني حط رجله في المكان الصح يعني، لسه كله عنده نيه. ما يبقى عندك نيه، اعمل زي ما انت عايز، واعمل جولات محدش هيمنعك، واقعد مع الناس محدش هيمنعك، ولكن قول انا افكاري ايه؟ ناس تسمع افكار، تسمع طرح، ما تسمعش طول الوقت ايه؟ المشروع كلام عيب وكلام قديم وكلام عاف على الزمن وخلاص. الشعب بقى فاهم. الشعب مش محتاج والله، فاهم واعي.
وهي أكتر مثقفين. قلتها لكم لما رجعت من البلد العيد، قلت لكم عندنا شعبنا العظيم اللي موجود في القرى ده فاهم أكتر مثقفين في مصر، مثقفين عندهم مصالح خاصة، شعب مش كلهم طبعا عشان ما نظلمش الناس، في ناس محترمة ومحترمة يعني، لكن معظمهم بيدور على مصالح خاصة، الشعب مصلحته مصلحة البلد بس، يبقى الشعب فاهم كل واحد وفاهم مين عايز ايه ومين مين راح له من الحتة الفلانية عشان يديله فلوس عشان ينزل ويعمل، ومين يتحرك في الحتة معروف. الشعب على فكرة المواطن عارف أكتر مثقفين دول، المواطن عنده معلومات أحسن مثقفين، المثقفين ما عندهمش معلومات خالص، يقعدوا كده على القهاوي ويقعدوا يقولوا كلام كبير قوي، وفي الآخر لما تيجي تقول له تصدى الموضوع ده والله ما يديك فكرة. يعني نفسي حد منهم يقول لك إيه بدل ما يقعد يرغي كتير، طب أنا عندي أفكار أشارك البلد. ده الرئيس من أسبوعين ثلاثة بيقول تعالوا يا جماعة، من ثلاث أسابيع تعالوا، قولوا تعالوا معانا، تعالوا معانا. ده الرئيس فتح الباب لأي حد عنده أفكار للبلد لصالح البلد، بيقول لهم تعالوا معانا. طب أنتوا رحتوا للرئيس قدمتوا للرئيس فكرة؟ ده الرئيس على الهوى بيدعوكم تقدموا له أفكار، بالعكس بيقول لكم تعالوا شاركونا إحنا حاجة واحدة. فبدل الرغي كتير، رغي كتير، فين النتائج؟ رغي، ناس عمالة ترغي. أنا أعرف ناس بترغي من أواخر الثمانينات، والله من أواخر الثمانينات، من أيام تحالف حزب العمل مع الإخوان وأحزاب أخرى مع الإخوان، بكلمك الوقت ده من 87، خد 87 وخد 84، خد الوقت ده كله، التحالف ما هي تحالفات، ودخلوا تحالفوا مع الإخوان وعملوا حاجات مع بعض مع هم ما نعرفهم واحد واحد بالأسماء، عرفهم بيتكلموا لحد النهاردة كلام، والله كلام لا تجد إلا كلام منهم، فعل لا يمكن. طب حتى غيروا من طريقة كلامهم أو كتاباتهم، هي من التمن، ما أنا بقول لك عارفهم واحد واحد، المجموعة دي تحديدا بقول لك من 87 لحد 23، يعني المفروض يحصل فيه تغيير حتى في فكرة، تغيير في خطاب إعلامي، في كلام صحفي، كتابات صحفية، في أي حاجة يعني، يبقى فيه، لكن هي نفس اللغة، نفس الكلام الكبير، نفس الفقاعات الهوائية، فقاعات والله فقاعات، أنا بحلف لك بالله على الهواء أعلمهم جميعا، فعايزهم يغيروا الخطاب يا يدخلوا يعملوا حاجة مفيدة للبلد بس. نشوف تقريرنا، توقعاتكم للأهلي والزمالك، ضيوف نجوم ولا لسه؟ كباتن وصلوا؟ نشوف أهلي وزمالك توقعات جماهير، شايف إيه الماتش القمة، عشان يكون معانا الكابتن فتحي مبروك، كابتن هشام يكن بعد قليل، نشوف التقرير ونشوف الناس شايف المباراة إزاي بكرة، تتوقعوها إيه بكرة؟ أهلي وزمالك نتيجة كام؟ فوز ولا تعادل؟ طب نشوف. أهم حاجة من كل دول، أهم حاجة الروح الرياضية، الأهم تاني بقول، ومصر قدام الجميع وفوق الجميع، ولعبوا ماتش كده في حب مصر، والله في حب مصر، لو سمحتوا الموضوع مش مستاهل خالص. نشوف ثم فاصل. الأهلي بطل لدوري 22-23، ولكن لسه في دوري خاص الناس كلها بتستناه، بنتكلم على ديربي الكورة المصرية، الأهلي والزمالك. عشان كده النهاردة حبينا ننزل مع حضراتكم ونعرف توقعات الجماهير، مين اللي يفوز، النتيجة تكون كام، ومين اللي يجيب الأجوان، وهو ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال التقرير ده، خليكم معانا. إن شاء الله الأهلي إن شاء الله يفوز، وإن شاء الله 2-0 عبد القادر ومعلول باذن الله، يعني ان شاء الله 2-1، والاجوان اللي يجيبها كلها زيزو بقى باذن الله. باذن الله الاهلي طبعا هيجيب 3-0 باذن الله. ان شاء الله الزمالك طبعا لان انا زملكاوي، زيزو هيجيب اجوان ان شاء الله، هو وسيف الجزيري. هي بقى 2-1 الماتش ده هيبقى ايه بقى؟
هيبقى متقفل. اعتقد ان الماتش هيكون مفتوح ان شاء الله، واتوقع الفوز للاهلي، والنتيجه مش هتبقى عاديه. هو الماتش هيبقى فيه احتدام رايح جاي ما بين الفرقتين، بس يعني وانا اتمنى ان النادي الاهلي هو اللي يفوز بصراحه، بس وانا حاسس ان هي كفه راجحه للزمالك، حوالي مثلا ممكن نقول 3-1 او 2-1 للزمالك للاسف يعني. 2-0 او 2-1، وانا يعني بتوقع 2-1، لان برضو الزمالك مش فريق صغير، بس هو بيهنك بعد ما بيوصل للاول 20 دقيقه 30 دقيقه باقي كل الناس هنجت. 4-0 اهلي، 2 علي معلول، واحد حسين شحات، واحد تاو. الزمالك هيفوز وزيزو اللي هيجيب الجول. 2-0 الاهلي، 2-1 او 1-0 شريف كده كده هيجيب جول. مين الباقي يعني مش متوقعه؟ 2-0، 1 كهربا، 1 معلول. باذن الله الماتش مفتوح جدا بمشيئه الله، لان الناديين ناديين كبار مش صغيرين، بس باذن الله بمشيئه الله الاكيد ان الزمالك باذن الله كسبان، سواء 1-0 سواء 2-1، برضو الاهلي حبيبنا يعني برضو لازم يجيب جون او حاجه. 3-15 يعني 3-0 رقم ماتش رقم 15، هنكمله السنه دي ان شاء الله، ده بكره بامر الله. ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي، محمد شريف واحمد بدر. الاهلي ان شاء الله يجيب 3-0. لا هو الماتش هيبقى مفتوح بالنسبه للاهلي يعني، بس يعني اتمنى ان الزمالك يكسب، وان شاء الله يعني الزمالك يكسب، بس ما اظنش الزمالك. الزمالك لو كسب 2-0 2-1 بالعافيه ان شاء الله يعني. لا هو زيزو طبعا احرف واحد في مصر حاليا، فهو يعني يبقى ليه جون او جونين على الاقل. لينا الاهلي. النادي الاهلي هيكسب 2-0، واللي هيجيب الاهداف طبعا محمد شريف وبيرسي داوي. اتوقع ان شاء الله ان كهربا هيجيب 2، وان شاء الله الشحات هيجيب جونين برضو. الشحات كويس وكهربا كويس وهكذا يعني. الاهلي يفوز ان شاء الله، و2-1 الاهلي. حاسس ان بعد صفقه امام عاشور بتاع الاهلي الماتش هيبقى متقفل بكره، والزمالك هيبقى عاوز ياخد حقه برضه في الكلام ده، بس حاسس يعني في الاخر هتقفل الاهلي 2-1. الماتش هيبقى في بدايته هيبقى مقفل شويه، في احتفاظ من الفريقين. تمام، ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. هيبقى ماتش ان شاء الله رائع جدا، الزمالك هيبقى يعني في احسن حالاته في الوقت الحالي، وان شاء الله هنكسب باذن الله. الماتش يعتبر تحصيل حاصل ما بالنسبه للاهلي، الاهلي كده كده خد الدوري، فبالنسبه للاهلي الماتش هيبقى هيدور في اللعيبه. الزمالك هيلعب ان هو لازم يكسب الاهلي، اللي هو الزمالك دايما كده، فكده كده ان شاء الله الاهلي هيكسب، هيبقى 2-0 للاهلي. ممكن المباراه تخلص 2-1 للاهلي او 2-1 للزمالك، مش هتزيد ولا تقل يعني عن كده ان شاء الله بامر الله. انا بتمنى الفوز طبعا لنادي الزمالك، وان شاء الله بامر الله بتمنى ان المباراه تخرج بالروح الرياضيه اللي تليق بالكره المصريه، واتمنى بامر الله ان نشوف كره مشرفه، واشوف اخلاق وروح رياضيه ما بين اللعيبه، ان في الاول وفي الاخر ده باسم مصر. مصطفى الشيمي لبرنامج على مسؤوليتي. اجمل حاجه اللي انا شفته هي دي الروح اللي ما بين الاهلي والزمالك. كابتن فتحي مبروك، كابتن هشام يكن، لو قبل الهوا بندخل الهوا مش عايز اقول لكم، هو ده اللي نفسنا يبقى موجود، لعيبه جمهور في محبه، وشوفوا بيدلعوا بعض ازاي. متشرف كابتن هشام حبيبي يا استاذ احمد. حبيبي كابتن فتحي متشرف. احمد بيه انا سعيد جدا بتدلعوا بعض وبتعكسوا بعض كابتن هشام، لان انا اللي علمت كوره بيني وبينك. حضرتك اللي علمت كوره؟ طبعا. هو بيضحك عشان كده. لا بجد ولا هو؟ لا والله بجد. يعني انا خدت منتخب مصر، كل ما علمني خدت منتخب مصر وبعد كده بقى ابتدت يعني نشتغل معاه شويه حاجات الانديفيدوال بقى كلها، لحد بقى من اللعيبه الممتازين في منتخب مصر بصراحه يعني، واللعيبه الرجاله واللعيبه اللي قد التدريب. معترف الكابتن فتحي علم حاجه؟ اه طبعا معلمنا، طبعا الكابتن فتحي علمنا كتير. ما يقدرش كده يا احمد بيه، ما يقدرش يقول كده. معلش انا عايز اعرف المعلومه. ما يقدرش يقول كده. لا 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 طبعا الكابتن فتحي قام بدور كبير جدا جدا مع دفاع مصر، بالذات في الفتره اللي هي بتاعت كاس العالم اللي هي الفتره الاولانيه من 88. عايز اقول لك يعني كنا دايما بنشتغل الجزء المهم جدا في اخر نص ساعه من كل تمرين. كابتن فتحي بياخدنا انا وابراهيم حسن وهاني رمزي واشرف اشرف قاسم طبعا نعم، وربيع ياسين ربيع. بس يعني هو كان بيتكي، كابتن فتحي كان بيحب يتكي على 3-4 لعيبه بس يعني قوي. حضرتك واحد منهم يعني؟ انا واحد منهم وهاني تمام. هاني رمزي ما عشان كان صغير برضه. نعم. ربيع يجي على فترات شويه. خلينا نروح للقمه غدا.
نبدا بالاهلي باعتباره هو صاحب هذا الماتش وهو البطل. مبروك وصاحب البطوله. مبروك وصاحب الاتحاد. الله يبارك. مبروك الاهلي. صحيح مبروك وصاحب البطوله. مبروك. بيقول مبروك وزعلان. لا زعلان. انت قصدك فتحي مبروك ولا مبروك؟ لا لا مبروك. مبروك الدوري. تمشي الاثنين يعني. انا بقول مبروك خدوها بقى زي ما انت عايز. بس قولها بنفسك. بس هو ممكن ايه؟ يعني قولها بنفسك. بص هو ممكن ياخدوها على ايوه مبروك كفتحي مبروك. او مبروك الدوري. ممكن يكون بيناديلي. اه بيناديلي مبروك. مستحق البطوله السنه دي. اه الحمد لله. يعني حضرتك برضو لما تيجي تبص يا احمد بيه لنتائج النادي الاهلي لمشوار النادي الاهلي في هذه البطوله. النادي الاهلي بيمتلك اقوى هجوم، بيمتلك اقوى دفاع، بيمتلك اقوى نتائج. فباين قوي ان المؤشر مؤشر الفني والتكتيكي والنفسي والذهني كابتن هشام معايا والحاجات دي كلها ان في صالح النادي الاهلي. النادي الاهلي حسم البطوله يمكن قبل حتى نهايتها بحوالي 5 مباريات. يعني في 5 مباريات لسه متاجله. فماتش سيراميكا وماتش بيراميدز هو اللي ادى النادي الاهلي هذه البطوله. عشان كده في يعني في ماتش بكره يبقى في ارتياحيه للاعيبه النادي الاهلي. الاهلي الحمد لله ما اتغلبش ولا ماتش لحد دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. في ارتياحيه في الجانب النفسي والكابتن هشام برضو يعلم هذا الكلام. الجانب النفسي مش هيبقى فيه توتر على لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي يلعب بارتياحيه لانه خلاص حسم البطوله، ولكن دي بتبقى قمه. القمه برضو محتاجه النهارده فوز، محتاجه النهارده جماهير، محتاجه الاعلام. محتاج يفوز بكره طبعا. طبعا مش عشان خدت البطوله. طبعا مش عشان خدت البطوله النهارده تبقى الامور النهارده. لا لا النهارده لازم الامور ايجابيه. دي زي ما بنقول كده بطوله لوحدها. بطوله لوحدها. لان دي بتسمى قمه الكره المصريه وقمه الكره العربيه. نعم. الزمالك. نعم الزمالك بكره خلاص الاهلي خد الدوري. بكره الزمالك نازل مرتاح ولا نازل عايز يفوز ايضا؟ اكيد طبعا. يعني المباراه دي بتبقى مباراه زي ما كان فتحي مبروك قال مباراه قمه طول عمرها. مباراه قمه ما بتقالش الا يعني يمكن في كل التعبيرات او كل الصحف او كل اللقاءات الا بيقول لك ايه مباراه قمه. قمه يعني. مباراه قمه. فاهم؟ بدل مباراه قمه هتفضل طول عمرها بطوله خاصه. حتى لو ملهاش يعني مباراة ملهاش معنى زي بكرة مثلا. خلاص يعني الدوري انتهى للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي. نادي الزمالك هارد لك. اللي جاي إن شاء الله بإذن الله يكون أحسن. لكن المباراة نفسها عشان تيجي تلعبها لا مختلفة بقى في حاجة تانية. في حاجات كتير ممكن تختلف في أسلوب لعيبة جوه الملعب. ممكن لعيب يكون متنشن مثلا يغير الاداء بتاع المباراه. ممكن ما يبقاش موفق. ممكن يبقى لعيب كويس وغير موفق. ضغوط اكتر بكره على الزمالك. الزمالك حابب انه طبعا يبقى فيه انتصار من ناحيته ان هو يحقق الراجل الانتصارات الفتره اللي فاتت، وده عشان يدخله في المسابقه اللي هو شغال فيها. البطوله الوحيده اللي ممكن يقدر يحصل عليها يعني. فاكيد هو هيلعب المباراه علشان ترفع من معنوياته اكتر في الفترة القادمة، وخصوصا طبعا النادي الاهلي اخذ اكثر من بطولة السنة دي. واخدين 5. بسم الله ما شاء الله. فبقول فطبعا يعني ان شاء الله باذن الله. دي حاجة تزعل ولا حاجة؟ انت بتحاول يعني. مش بقول انا بتكلم على وقائع. على حاجة مش موجودة. اوكي 5 يا عم. 5 بطولات اهو عشان خاطر الاستاذ. خلاص تمام كده. لا لا تمام. عايز 5 بطولات. اوكي اتفضل. ما تزعلش يا هشام. فالمفروض يعني النادي الاهلي. بس حضرتك بتقول 2 3. هم مش 2 3، هم 5. اتفضل. انا محايد. انا بسال اسئله. واضح انك محايد قوي. نعم. فيعني الزمالك طبعا يعني حقق. فمحتاج يفوز بكره. يفوز بكره. وده يعني حق مكتسب للفرقتين. بس يعني اتمنى طبعا المباراه بالنسبه لي ان الزمالك يحقق انتصار، لان محتاجين ان احنا يعني نتحد شويه في لخبطه حاصله. فطبعا يعني اوتوماتيك المباراه زي دي تعيد حاجات كتير جدا. قبل ما نروح للكابتن فتحي محتاجين بجد انه الزمالك لما يكون قوي بيبقى فيه منافسه كبيره وقويه. اكيد. وده اللي عايزينه الزمالك يرجع بالظبط زي ما كان السنتين اللي فاتوا. بالظبط. انا هقول لك حضرتك حاجه يعني. مين يقدر عندك الجماهير في مصر معظمها بنسبه 70% او 80% ما بين الزمالك والاهلي، والجزء الثاني ما بين الاسماعيلي والمصري والاسماعيلي والاتحاد بيبقى ليهم جماهيرهم. طبعا العريضه الحلوه. طبعا والجميله وكل حاجه. لكن برضو الفرق دي راحت فين؟ يعني لو تيجي تبص تلاقي الفرق اللي هي الاتحاد والبتاع هتلاقيهم في نص الدوري ويا اما في اخر الدوري. طب ده معناه ايه؟ يعني برضو نفكر فيها. فعشان كده يعني نتمنى ان
الاتحاد الكوره والمسؤولين عن الرياضه وكره القدم ان دايما نادي الزمالك ونادي الاهلي بيبقى هم دول الفرقتين اللي بيطعموا منتخب مصر. نعم. وهم دول الفرقتين اللي لازم هنفضل. لكن انا يمكن اتكلمت معاك في حاجه كده صغيره على جنب، ان انا اسيب فرقه واحده بس هي اللي تاخد الدوري او فرقه واحده هي اللي تحت العالم. لا مش بسيب، هو الموضوع مش بديله البطوله. لا يعني انا ما قلتش بديله البطوله، انا مش بقول هو بياخد بطوله مثلا مجامله. مش مجامله برضو في ايه كابتن فتحي؟ لا في بعض الحاجات بيقول لك اسيب بس ياخد كل حاجه. هو ايه؟ لا يعني برضو في بعض الماتشات ايوه يعني بتبقاش سليمه، في زي ايه؟ ضربات جزاء كتير وماتشات وفاولات كتير وجوان. الاهلي بياخد ضربات جزاء؟ انا ما قلتش الاهلي، انا بقول الاخطاء في الدوري. في الدوري ما قلتش مباراه لاهلي. انا بقول في الدوري، مش الاهلي، بتكلم بشكل عام. بشكل عام بتبوظ حاجات كتير جدا اثناء الدوري. ما بكلمش ان كل مباراه النادي الاهلي هو اللي بيبقى بيتكرم او بيجي له ضربه جزاء او كلام من ده، لا. الشكل العام بتاع الدوري بيغير من ملامح كتير جدا بالبطوله. نعم. يعني بيبقى مثلا الاهلي بيلعب في ماتش مثلا بيكون فيه حاجه مثلا فرقتين ما لهمش ليهم علاقه، بس بيرمي لصالح مثلا النادي من الانديه الكبيره. يعني في حاجات احداث بتحصل داخل. طب اشوف كابتن فتحي مبروك رايه في الكلام ده. لا النادي الاهلي مش مستفيد من الكلام ده. كلام الكابتن هشام يمكن في نتائج، في ماتشات بتاثر على النتائج وبتاثر على ترتيب في الجدول وبتاثر على حاجات كتير قوي. ولكن النادي الاهلي لما تيجي تبص يا استاذ احمد حضرتك النهارده جدول، هو جدول المسابقه وجدول الترتيب النهارده النادي الاهلي متقدم ببنات كبيره. النادي الاهلي الاهلي عنده خمس مباريات. النادي الاهلي عنده لسه خمس مباريات متاجله وفرق بنات جامد. النهارده تيجي تبص اقوى دفاع لحد دلوقتي، اقوى دفاع واقوى هجوم. فكل هذه الامور يمكن بتاثر على بعض النتائج، ولكن النتائج دي ما بتخدمش نادي اهلي. نعم. ولا بتخدم نادي زمالك. نعم. بتخدم انديه النهارده في وسط المسابقه في تحت بالظبط، بتخدم كده، بتضيع حاجات كتير. ولكن ملهاش تاثير على النادي الاهلي. ما اتكلمناش، انا ما بتكلمش على تاثير على النادي الاهلي، انا بتكلم على الدوري بشكل عام. على الدوري بشكل عام يعني. لكن احنا بنتكلم على الاهلي وزمالك. إيه؟ ما نتكلم على الاهلي وزمالك يعني انت الكلام اللي بتتكلم فيه ان في مصلحه للاهلي النهارده، انه الاهلي استفاد من ده. استفاد من، لا النادي ما استفادش الحمد لله. بص ما استفادش الاهلي خالص من ده. هيستفاد من ايه يا استاذ احمد؟ ما هو بيتكلم على انه في الدوري في ضربات جزاء وفي حكام وفي، وبالتالي ممكن لا أخطاء. لا لا لا. انا بقول في اخطاء موجوده في الماتشات بتاثر على في اخطاء بتاثر على شكل المباراه. صرف النظر الاهلي او الزمالك او اي فرقه، انا بتكلم ان دي بتاثر على القصه دي. لكن احنا ما نقدرش نيجي نقول النادي الاهلي ما عندوش فرقه قويه، اللي عنده فرقه قويه. نعم. محضر للموضوع ده. نعم. تمام، بيشتغلوا على هذا الاساس. نعم. في الانديه الثانيه ما بتشتغلش على الكلام ده، في اخطاء كبيره جدا نادي الزمالك وقع فيها بمشي بعض اللعيبه اللي هي مؤثره. لا مش مؤثره كمان، لا ده عمود فقري في الفريق. في زي مين؟ كان طارق حامد وكان بن شرقي وساسي، والفرقه اتفكت في خلال سنتين. اتفكت يعني اتفكت طبعا. وبعد كده انت لما بتجيب البديل، حتى لو البديل هيجي هياخد وقت. واشرف بن شرقي كان يعني معرفش مش ازاي، ما لحد دلوقتي من احسن لعيبه كان في مصر بالظبط. فانت النهارده خروج اللعيبه دي اثرت على، لو عندك امام عاشور، وامام عاشور اخر طبعا ما انا بتكلم يعني. لكن انت بالاول وفي الاخر باجي بقول ايه، ان فريق نادي الزمالك اتفك مره واحده، ما اعرفش ليه ذهاب اللعيبه دي مره واحده وخروجهم من فريق نادي الزمالك. هل انت عندك الفكر او القدره على انك انت تعمل تيم قوي في لحظات ما بياخدش؟ طيب الموضوع ده ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي؟ يعني بكره سددتنا هذه المباراه القمه، غدا الاهلي ممكن، وارد بعض الناس بيقول لك خلاص خدنا الدوري ممكن نلعب بالناشئين او نطعم الماتش بالناشئين، ده وارد في ماتش بكره ولا لا؟ لا 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 انا شايف لا. لان برضو خلي بالك ده مباراه قمه، مباراه قمه بتحسب على مدير فني، بتحسب للجماهير، بتحسب للتاريخ، بتتحسب للاعلام، بتتحسب على حاجات كتير قوي. نعم. يعني ليها معطيات كتير جدا. فالنادي الاهلي النهارده خد الدوري، وخد الدوري والحمد لله زي ما قلت لحضرتك خمس ماتشات لسه. نعم. ولكن النهارده اجازف. نعم. ممكن يبقى في اتنين لعيبه، ولكن التشكيل اغير في التشكيل كله، لا صعب جدا جدا. صعب. جدا طبعا. نعم. طبعا اللي بتحسب للمدرب وتحسب للعيبه وتحسب للجماهير وتحسب لكل شيء. فالنهارده عشان اغير لا ما يبقاش تغيير وارد في الفرقه كلها،
ممكن يغير في اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه وبس كده، ولكن التشكيل الاساسي لا بيبقى موجود. كولر رجع النادي الاهلي من بعيد زي ما نقول كده، يعني عامل مستوى بسم الله ما شاء الله، هو نفسه مش مصدق البطولات دي كلها. هو بص يا استاذ احمد، يعني خليني برضه انا اتكلم بواقعيه وهتكلم كابتن هشام عارف كده كويس جدا. النهارده اصبحت المنافسه مفيش منافسه بيني وبينك، يعني مفيش النهارده منافسه. النهارده هقول لحضرتك، النهارده النادي الاهلي النهارده عنده 75 بونت، مين النهارده بينافس النادي الاهلي عنده 74 بونت؟ مفيش. مين؟ مين عنده 73 بونت؟ بيراميدز بعديه 67. كام فرق؟ فرق كام بونت؟ والزمالك 59. فرق كام بونت؟ مين اللي دائما كان في المنافسه؟ اهلي زمالك، اهلي زمالك، فاهم حضرتك؟ كانت تحس ان الدوري ده لاخر لحظه لاخر مش لحظه محسوم. مش محسوم وفي منافسه. دلوقتي خلاص النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك في ارتياحيه 75 بونت، خد الدوري ولسه خمس ماتشات، فالامور كلها عندك ثمان فرق بيصارع على الهبوط، مين فيهم الاربعه اللي دي كارثه بقى، دي ثانيه دي كارثه ثانيه. مش 10 كانوا 10 يعني كانوا 10 فرق بس، يعني بس خلاص حرس الحدود خلاص، بقول لحضرتك خلاص. نعم لكن يعني حرس الحدود خلاص. لا انت النهارده لما يبقى في دوري بينافس على الهبوط 10 فرق وفريق واحد بينافس على الدوري لوحده، واربع خمس فرق بينافسوا على المراكز الثالث والرابع، دي قصه ما بتحصلش كتير؟ لا مش ما بتحصلش كتير، دي قصه غريبه غريبه. يعني انت النهارده وفرق كلها اللي معظمها عندها جماهير هي اللي كلها بتنافس تحت. يعني الاسماعيلي النهارده يبقى داخل كان من ضمن، بس ما هو نظام الدوري هو هو زي كل سنه، ايه اللي اختلف يعني؟ ايه الغريب؟ اللي اختلف ايوه او ايه الغريب؟ لا يعني انا بصراحه يعني قول يا كابتن هشام، اقول ايه؟ قول اللي عايز تقوله. اقول لا لا بص يا استاذ احمد، كان في بص شكل الدوري، اولا الدوري لما تيجي تبص تلاقي المدربين اللي شغالين في الدوري شغالين على كراسي واحده، يعني تبص تلاقي المدرب اللي بيطلع من هنا يروح داخل المدرب على هنا ومن هنا على هنا، واللعيبه بتتغير معاه من هنا لهنا ومن هنا لهنا، انت فاهم القصه؟ دي حاجه كويسه ولا احتراف؟ حاجه وحشه. احتراف مش ده احتراف ولا ده مش احتراف؟ احتراف واي ثقه مجالس يعني ادارات الانديه احتراف. يعني حضرتك يبقى في مدرب يشتغل في ثلاث اربع فرق في نفس الموسم في نفس في الدوري، ما بيحصلش بره كده؟ مش لطيف طبعا، مش لطيف طبعا. يعني ده ما فيش حد اخرج ابقى النهارده بلعب مثلا مع سموحه، بكره العب مع طنطا، بكره في الدوري مثلا ومع فلان والعب بتاع كذا. لازم يحصل شويه. اللعيبه اللي موجوده في السوق ضعيفه جدا قوي يا كابتن. نعم يعني اللي انت بتتعامل معاها في السوق مين لعيب؟ قول لي. ده انت ما عندكش باك رايت في مصر، ما عندكش باك رايت لحد دلوقتي في مصر، ما عندكش فيرود اساسي في مصر. سيبك بقى من مصطفى محمد ومحمد صلاح وثلاثة اربع لعيبه اللي خرجوا بره محترفين، عمر مرموش وتريزيجيه هات لي لعيبه اساسيه، يبقى هات لي بديل لفتوح. هجيب معلول؟ صح. هات لي باك رايت، قول لي مين الباك رايت بتاع منتخب مصر؟ قول. محمد هاني. مين؟ محمد هاني. محمد هاني وعمر جمال. يعني لعب كام ماتش لحد دلوقتي يا كابتن؟ محمد هاني من الاساسيين اللي في النادي الاهلي ومستواه هايل. لعب كام ماتش؟ مستواه هايل دفاعيا وهجوميا. لا اتطور اتطور بصراحه، بدليل ان اي ده جناح طائر محمد هاني ما شاء الله دلوقتي. اي مدير فني النهارده بيختار محمد هاني كظهير ايمن النهارده في المنتخب او في النادي. انا بتكلم يا كابتن، سيبها حضرتك ان هو اتطور السنه دي وزاد وكلام من ده واخد ثقه وكلام من ده، انا بتكلم عامه فين المنافس ليه؟ انت حضرتك لما كنت بتيجي وتختار المنتخب بتختار لكل مكان، في كل مكان اتنين تلاتة، اتنين تلاتة موجودين وعايز تمشي، ده انت عايز تمشي مش عايز تجيب. بس دي رؤية برضه جهاز فني برضه، خلي بالك كابتن هشام، دي رؤية جهاز فني. الفريق الأول منتخب هو اللي بيختار، هو اللي عارف تقييم لعيبته، هو عارف النهارده يحط تشكيله ازاي وكل هذه الأمور، عنده بلاننج النهارده، عنده خريطة النهارده. كل مركز حراسه المرمى فيه اتنين، فيه يعني حضرتك مثلا لما كنت تيجي تقول مثلا زمان كان حسام ابراهيم ومحمد رمضان وايمن شوقي وما اعرفش مين في الزمالك وجمال عبد الحميد، وتيجي تقول في فلان هشام عبد الرسول وتقول اسامي في البتاع. طبعا مش عايز اتكلم على الاجيال اللي قبليها كمان. ده انت كنت مثلا بتعمل منتخب من كل نادي، ده اسكو فيها لعيبه كوره كان جنب ابو رحاب و صحيح
وحمامه في البلاستيك، وكان حسن شحاته في الزمالك ومعافر وجعفر وما اعرفش، والاهلي الخطيب وزيزو، وعندك عماشه وعمر عبد الله، وعماشه وعمر عبد الله والاتحاد البابلي وجارم، وعندك بوبو وثروت كل ده فرج في المنصوره. هجيب لك منتخبات من كل الفرق دلوقتي. تقدر يعني قول لي مين الفريق اللي فيه 11 واحد يعملوا يلعبوا منتخب؟ المصري كان فيها مين يا كابتن؟ ما بص يا كابتن هشام، انت دلوقتي خدها خدها دلوقتي. النهارده الفرق بين زمان ودلوقتي، النهارده اصبح النهارده في احتراف، في احتراف، في كم لعيبه النهارده محترفين بره، وكم لعيبه محترفين بره حوالي 5 6 لعيبه بتجيبهم النهارده بيبقوا عناصر اساسيه في منتخب مصر. نعم. والمحليين اللي موجودين والمحترفين المحليين، عشان ما نقولش محليين، محترف محلي النهارده بيتكون بيه النهارده بقيه منتخب مصر، ولا غلط؟ يعني النهارده ما تلاقي محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومش عارف مين، مصطفى فتحي وطارق حامد هتلاقي 7 8 على الاقل، واحمد حجازي هتلاقي 7 8 محترفين. النهارده اي مدير فني النهارده بيقول لك دول اساسيين عندي، وبيطعم بالفرقه بقى الاربعه المحترفين الداخلي. فالنهارده بيبقى فيه، النهارده بيبقى فيه شكل وكيان لمنتخب سواء زمان او سواء دلوقتي. طيب ده لان ملف الكوره في مصر هيحتاج حلقات. خلينا نتكلم على بكره الاهلي او الماتش بشكل عام، ماتش مفتوح. الاهلي ممكن تبقى بدايته ازاي في ظل ان هو زي ما حضرتك بتقول كده عايز تتويج بكره يبقى هو الاساس؟ هو زي ما قلت لحضرتك مستر كولر طبعا، والجهاز الفني ومجلس اداره برضه يهموا هذه المباراه. خلينا بقى نتكلم واقعيه، يهموا هذه المباراه، مش النهارده خلاص انا كسبت الدوري بقى لاعب اي كلام ومش عارف يحصل دروب يحصل هزيمه. برضه دي بتأثر، هتأثر على الجماهير وهتأثر على اللعيبه وهتأثر على الجهاز الفني وهتأثر على كل حاجه. ولكن تشكيل يعني محمد الشناوي حارس مرمى بيبقى موجود، محمد هاني موجود، ياسر ابراهيم موجود، محمد عبد المنعم موجود، علي معلول موجود، هتلاقي اليو ديانج موجود، هتلاقي يعني هتلاقي برضه مروان عطيه، هتلاقي ممكن عمرو السوليه لو سليم القدوسي ده موجود. هتلاقي برضه الثلاثي كهربا، وهتلاقي ممكن يكون بيرسي تاو، عبد الله وبيرسي تاو ممكن يكون موجودين، والشحات يعني دول الاساسيين اللي ممكن يحصل. لو حصل تغيير ممكن يبقى تغيير قليل جدا جدا، من ممكن يبقى في لعيب، انا متهيألي ممكن يبقى في لاعب معين او لاعب، هو لعيب او اتنين بالكتير قوي. يعني لازم الماتشات اللي زي دي بالذات كان الزمان بتظهر نجوم يعني اللاعب السنه الماتش ده الاهلي والزمالك ده بيتولد بيتولد نجم جديد بيتولد نجم بقى. ما هو ده اللي احنا يعني بننتظره ان هو يبقى في مولد نجم، مثلا زي مثلا لعيب زي ايشو مثلا بالزمالك، طلع لعيب صغير مثلا ممكن يكون اداؤه برضو يعني من اداء اللي هو الكويس، اللي هو زي مصطفى فتحي نفس العمليه، بيشتغل وبيجري وبيخش جوه كتير ولعيب مهاري عالي، يعني انت فاهم. فالماتشات اللي زي دي مفروض انها بتصنع النجوم، وهي دي اللي بتصنع اللعيبه اللي ممكن تشارك بشكل قوي جدا مع المنتخبات. طبعا المباراه يعني انا شايفها برضو بكره تشكيل الزمالك ممكن متوقع ايه؟ بص، هو التشكيله تقريبا موجوده زي ما هو، تقريبا نفس التشكيله بس يعني انا متهيألي يعني الماتش هيبقى مش سهل على الاهلي ولا سهل على الزمالك. ماتش بس الفرقه اللي هتفتح وهتلعب الجيم مفتوح هو يمكن انا لاحظت حاجه في الماتشين الثلاثه الاخرانيين بالنسبه للراجل سوريو ابتدى يلعب بنظام ابتدى يلعب بنظام مدير فني الزمالك اللامركزيه بيلعب باداء اللامركزيه اللي هو ايه، ممكن تلاقي شيكابالا في اي حته في الملعب مدي الحريه، مدي لزيزو الحريه، مدي الثلاثه اللي قدام الحريه. ده انا لقيت نضاي ابراهيم، نضاي ده ولا نضاي نضاي ابراهيم كان بيلعب باك ليفت يعني اشتغل، وبعد كده لعب بثلاثه بيلعب بثلاثه سيرد باك يعني انت فاهم، او يعني بيدي المسكوسي بيحط له واجب كثالث لعيب مع محمد و طبعا بكره اكيد يعني هيجي حسام هيلعب اكيد فطبعا هو حسام عبد المجيد كان منتخب الاولمبي بالظبط وسكر موجود كان لاعب كويس قوي في المنتخب حسام واخد طبعا فبكره هيبقى انا شايف ان هو ممكن طريقه اللعب دي ممكن تسبب حاجات كتير، ممكن تبقى ايجابيه قوي وممكن تبقى سلبيه يعني على حسب ما الاهلي يستغلها ازاي؟ اللي هيحصل ايه؟ نعم يعني هو هيفكر في التغيير الكتير في المراكز
اثناء اللعب ممكن تبقى ودي عملت شغل مع نادي المقاولين. يعني لو اتفرجت على الماتش كويس بتاع المقاولين هتلاقي شيكابالا كان هنا وكان هنا اهو وكان في نص الملعب ونزل لتحت فتوح لعب لنص الملعب ما لعبش باك ليفت يعني انت فاهم يعني زق فتوح ودخله نص الملعب فهو ابتدى يعتمد على اللعيبه ان هو دلوقتي ما بقاش ليه مركز معين بيستغل ممكن فتوح بكره ممكن تلاقيه بيلعب بيه باك ليفت يعني ممكن يفاجئ مثلا النادي الاهلي ويلعب بيه باك ليفت وممكن يلعب بيه نص الملعب على حسب الرؤيه بتاعته هو دلوقتي وخصوصا ان طبعا ايه الفرقه كانت في فتره من فترات حصل فيها يعني بعد الخساره وبعد الحاجات اللي اثرت فابتدى الراجل يلعب باورقه كلها لا وانت السنه دي ما عندكش بطولات وبالتالي الموضوع بالنسبه لك الماتش ده هو البطوله ليك بالظبط فهو ابتدى يشتغل بشكل كويس جدا وانا شايف ان هو عمل في الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين اداء متميز اشتغل بشكل كبير ادى الحريه للعيبه بشكل كبير ابتدوا يعملوا يخشوا منطقه الجزاء كتير ابتدوا يدقوا اجوان ابتدوا يعملوا حاجات يعني هل كابتن فتحي القندوسي بكره ممكن يبقى مفاجاه؟ ممكن يبقى وارد ممكن يبقى وارد طبعا مع مروان عطيه مع الو ديانج ممكن يبقى احمد القندوسي موجود وارد عشان برضه يدي ارتياحيه النهارده ديانج لسه الموافقه بتاعته عشان الايقاف يدي برضه ارتياحيه لثلاثه ديفندرز وسط ملعب ان واحد النهارده يبقى تحت راس الحرب النهارده يشتغل برضه في الحته الهجوميه واثنين يبقوا ثابتين دي حاجات كلها تكتيكيه وحاجات اسلوب لعب ولكن زي ما قلت لك النادي الاهلي دايما بيعتمد على 4-3-3 بيحب دايما وسط الملعب النهارده بيمتاز اي حد من وسط الملعب النهارده يبقى عنده النهارده الحته الدفاعيه كويس جدا وعنده النهارده عنصر يبقى عنده الناحيه الهجوميه كويس فاحمد القندوسي عنده الحته هجوميا كويس يعني برده هجوميا كويس ليه فكر كويس ممكن يشوط على الجول فالحته دي مروان عطيه اولي ديانج الاثنين ديفندرز كويس ملعب مروان عطيه برده ما بيمسك الكوره بينقذ كويس تغيير ملعب كويس اولي ديانج ممكن يعمل دريبلينج قفشه ليه مكان بكره ممكن يكون قفشه موجود بس هو غالبا برضه يحتاج الشوط الثاني بيحتاج قفشه الشوط الثاني يحتاج قفشه بقى وطاهر ومحمد شريف واحمد عبد القادر تغييراته دايما هم دول الناس اللي بتتغير دائما بسوا مستمر يعني مع طبعا رامي ربيعه في خط الدفاع يعني. ليله الماتش كنجوم اهلي وزمالك ومنتخب ليله ماتش القمه ايه اللي بيحصل لعيبه مع الجهاز مع ايه اللي بيكون الترتيبات ايه؟ بص حضرتك هي بتبقى الاول طبعا بيبقى فيه الاعداد النفسي، الاعداد النفسي المباراه ومباراه صعبه ومباراه جماهيريه واعلاميه وحاجات كتير قوي النهارده المدير الفني ومدير الكوره بيتكلموا فيها مع اللعيبه واللعيبه عارفه نعم يعني اللعيبه النهارده خلاص بتبقى فاهمه كل حاجه وفاهمه ماتش الاهلي والزمالك يعني ايه؟ هل النهارده المدير الفني النهارده عنده النهارده بيدي النهارده محاضره؟ محاضرة عامة ولا النهارده يقدر يقول تشكيل؟ فدائما المدير الفنيين دلوقتي انا شايف ان هم بيقولوا تشكيلهم بكره ليه يدي قبل الماتش يدي ارتياحية للعيبة ما بقاش لعيب النهارده خلاص الآن بره اللعب وتلاقيه النهارده مشغول بقى والموبايل وسهران ومش عارف ايه والكلام من ده نعم. لا دايما بيخلي اللعيبة كلها في حالة تركيز ايوه كل اللعيبة ال 20 اللي في المعسكر او ال 25 كله في حالة تركيز ويجي بكره بعد الغدا تعال النهارده يبقى في محاضره في التشكيل النهارده في الاسلوب اللي هنلعب فيه التكتيك اللي هنلعب بيه وكل الحاجات دي نعم الزمالك نفس الحكايه ماتشات القمه بص يعني هو الزمالك مش يعني في الفتره دي مجموعه اللعيبه اللي هتبدا يمكن واضحين يعني اكيد هيبدا بزيزو نعم يعني مجموعه اللعيبه اللي هتلعب ما افتكرش ان هو هيعمل تغيير غير يمكن رجوع حسام حسام عبد المجيد عنده الجزيره عند المسيره هيلعب طبعا شيكابالا ممكن يبدا الزمالك ما عندوش بدائل كتير تقصد ما عندوش بدائل كتيره بس عنده تغيير داخل الملعب يعني ممكن ينزل لكن ويحاول لكن بره ما عندوش لعيبه تغير الماتش غير يعني هو غير انا يعني شايف اذا كان هيبدا بشيكابالا او مش هيبدا بيه لسه لحد دلوقتي مش عارفين لكن لو بدا بشيكابالا انا بعتبر ان شيكابالا ونزوله في الشوط الثاني الافضل وخصوصا في مباراه زي دي اهلي وزمالك لانه بيعمل دربكه حسابات عندهم يعني انت فاهم زي اي لعيب بيبقى عامل بيسخن اللعيبه الاجواء شويه بالظبط فبيبتدوا عايز يجيب جون وبيلعب ويرقص كده يعني وهو مميز ويوصل بطريقه كويسه وعنده
حلول كتير جدا في الشوطين. يعني شايف انه نزول شيكابالا الشوط الثاني مش من بدايه الماتش، يعني ده من وجهه نظري. يعني ده بالنسبه لي، لانه هو بيعمل، انا النهارده لما بتيجي تلعب على عامل النفسي، نعم انت فاهم، عامل النفسي، لو انا نزلت شيكابالا من الاول هيقابله جهد بجهد، انت فاهم، فممكن بدنيا يقل شويه، يقل شويه شيكابالا سنا اكبر يعني، انت فاهم، فهنا هيبقى ايه في خساره منه. لكن البديل لما بينزل شيكابالا بيبقى عنده تلت ساعه او 25 دقيقه او 30 دقيقه او 35 دقيقه ممكن يشارك فيهم بشكل كويس جدا، بيبقى عنده السبريت بتاعته عاليه اكتر من اللي موجود، هيبقى التاني اللي جوه في الملعب بيكون قل مجهوده، وهو بينزل الملعب بيأدي بشكل وبيضغط عليه عصبيا. ليه؟ لان اكيد اللعيب اللي قدامه، نعم، بيبقى عارف ان شيكابالا امكانياته عاليه. صحيح. مش نعم، زي ما مثلا اذا كان مصطفى فتحي بينزل او نعم، كلام من ده بيعمل ضغط على المدافع. هل ده كابتن فتحي ممكن ينطبق على كهربا كعامل نفسي؟ لو لعب عامل نفسي نزله الشوط الاولاني. لا، هو كهربا دلوقتي انت عارف حضرتك مستر كولر ما بيعتمدش النهارده على راس حربه. راس حربه بيعتمد النهارده كهربا، كهربا وسط ملعب، وسط ملعب في ناحيه الشمال في ناحيه اليمين، ولكن النهارده عنده تحركات كويسه. عنده النهارده في الحاجات، النهارده في الحاجات العرضيه النهارده بيكمل كويس جدا. يعني بيكمل كويس جدا، فالنهارده بيعتبر كهربا النهارده راس حربه النادي الاهلي. بدليل ان حتى ما بيحصل تغيير بينزل محمد شريف تاني شوط يبقى راس حربه باين. نعم، راس حرب. نعم، ولكن زي ما قلت لحضرتك الثلاثه شريف مستواه نزل ليه؟ ابدا والله يا شريف من اللعيبه كويسين جدا جدا. ولكن شريف يمكن برضو خلي بالك دائما العنصر الجماهيري والاعلامي بيأثر على اللعيب. بيأثر على اللعيب، ان اللعيب النهارده يعني بيبقى لعيب كويس ولكن ساعات مش محظوظ. يعني اما تيجي تبص لها زي محمد هاني مثلا في الاول، محمد هاني ما بيغلط غلطه طبعا تلاقي الناس ماسكاه له طبعا، ما بتنساهاش. صحيح، ما بتنساهاش. محمد شريف برضو ممكن يكون بيضيع فرصه فرصتين تلاقي الناس بتتكلم كتير عليه، ولكن هو من اللعيبه، على فكره في لعيبه كتير جدا من اللعيبه الكويسه جدا جدا في تحركاته، وسريع وعلى المرمى برضو كويس جدا حتى لو بيضيع فرص. ولكن من الرؤوس الحربه، انا شايف رؤوس الحربه مميزه محمد مميزة شريف في النادي الاهلي حقيقي. كابتن هشام كنت هتقول حاجه، هتقول حاجه في حكايه شريف او اللعيبه مش محظوظين بعض اللعيبه. في بعض اللعيبه بتبقى يعني مش محظوظه، زي زمان كتير جدا بتبقى لعيبه بتنزل الملعب مش محظوظه، ما تاخدش مثلا فرصتها مع الجماهير. يعني بيبقى لعيب ليه اسم ورونق يعني، انت فاهم، لكن ملوش مش محظوظ مع الجماهير، مش محظوظ يعني ممكن تقول ايه، مش محبوب شويه او خلاص، اصل اللي جوه في الملعب تقيل. انت فاهم. نعم، فلما يجي واحد بيبقى كويس وكل حاجه ويقدر ينزل ويقوم بتاع ده، بس ايه تبص تلاقي الجماهير ايه تكش شويه منه، مع انه لعيب كويس. نعم، يعني عنده امكانيات ينزل هداف وكل حاجه وتمر ما شاء الله، بس ما بيلاقيش الدعم زي اللعيب التاني. يعني كهربا ممكن يكون مثلا واكل الجو يعني، انت فاهم. نعم، هناك في الحته دي. نعم، الجمهور مع محمد شريف تقيل شويه في الحته دي، فما عندوش تفاعل مع الجماهير بشكل كبير جدا، فالناس مايله لكهربا، فبياخد الدعم كله هو اكتر بيه. لكن شريف زي ما الكابتن بيتكلم عليه لعيب كويس. كابتن فتحي كلام على يومين اللي فاتوا على امام عاشور، والنهارده من شويه في كلام على مصطفى فتحي كمان، مدى دقه هذا الكلام ايه؟ لا انا بالامانه ما اعرفش، عشان بقول لحضرتك بالامانه ما اعرفش. بالامانه ما اعرفش، ما سالتش لا حتى على بالامانه لا، ما انا بقول لحضرتك في حاجات النهارده ما بتبقاش اختصاصي النهارده. في اختصاص النهارده في لجنه تخطيط في النادي، في تسويق، في النهارده جهاز فني، كل دول الناس بياخدوا النهارده القرار المناسب، القرار المناسب النهارده. امام عاشور هل مناسب؟ هل النهارده بجيبه عشان النهارده عندي كذا وكذا وكذا وكذا؟ كل هذه الامور بتبقى جوانب فنيه. جوانب فنيه وجوانب تسويقيه طبعا. المستوى الشخصي امام يفيد الاهلي لو جه؟ اي بص اي لعيب النهارده، انا بتكلم برضه عشان ما حدش يزعل مني، عشان ما حدش يزعل مني. اي لعيب بيجي النادي الاهلي بيستفاد. اللعيب اللي بيستفاد اولا مش النادي. النادي الاهلي عنده لعيبه ما شاء الله كتير جدا. نعم، جدا. واي لعيب بيجي النادي الاهلي حلو ده، لا مش حلو السفاد. ده حقيقه. اي لعيب النهارده بيلعب في النادي الاهلي النهارده على مستوى مصر كلها ايوه بيتعرف في مباراه ومرتين. وعندنا في الزمالك برضه غلط يا كابتن هشام. طبعا الزمالك كمان. فاي لعيب النهارده بينضم للنادي الاهلي، لا الناس كلها بتعرفه النهارده، كل الناس بتحبه، الجماهير بتحبه، كل هذه الامور. ف
فدائما النادي اللعيب اللي بيروح النادي الاهلي هو اللي حابب يجي الاهلي، هو اللي بيكسب، هو اللي بيكسب، هو اللي بيكسب طبعا. ده اللي هيجي دلوقتي يلعب كاس عالم للانديه، انا بقول لحضرتك اللي بيكسب كاس عالم للانديه اللي حتى النهارده الاعلام والجماهير النهارده خلاص بتعرف امام عاشور جاي، ده عاده جاي، ده جاي خلاص بيبتدي النهارده قبل ما يحط رجله في ملعب النهارده الناس بتبقى ياخد شهره طبعا. نعم نفس الحكايه الزمالك بسال اهو على مين؟ على اي حد، اي لاعب، اي لاعب، اي لاعب اكيد طبعا، يعني اي لاعب هيجي طبعا بيستفاد طبعا، بيبقى زمالك او اهلي يعني اكيد بيبقى شهره. هو امام عاشور جه اتعرف منين؟ نعم ولا كهربا جه لاعب الزمالك عامل كده؟ الاعلام برضه بيدي تاثير يعني جامد قوي يعني مرة. الزمالك والاهلي بيصنعوا الفلوس ليها دور ولا اسم النادي؟ لا لازم اسم النادي الاول، اسم النادي الاول اسم النادي، لان مين هيلعب للزمالك والاهلي ويدور على فلوس دلوقتي يعني انا لما اجي النهارده اروح قدام الزمالك وقدامي بتاع ده ولا هروح نادي مثلا انت جاي للنادي، جاي للزمالك، جاي للاهلي بالظبط يعني نادي مفروض انديه عظيمه جدا اللي هي مفروض اي واحد جماهيريه الاكبر طبعا نعم فيعني يعني الحته دي يعني ما فيهاش مشكله. وبعد كده ايه تتفائل بمين يوم ماتش الاهلي والزمالك تقعد تشوف معاها الماتش؟ بتفائل انا بمين؟ لا انا لوحدي لوحدك مش هتفرج مع حد لا بجد والله تقفل على نفسك كده اتفرج بتاع ده قاعد في البيت اتفرج لنفسي بتعمل ايه؟ لا ما بقى مشجع درجه ثالثه كلنا مشجعين نادي الزمالك درجه ثالثه من زمان كلنا قبل ما تتنطط كده وحاجات طبعا وتشد في شعرك بس لا ما خلاص بقى خلاص ما فيش شعر يقول لك الزحمه شعرك ما فيش شعر لكن لا احنا يعني انا بالنسبه ليا نادي الزمالك ده يعني البيت بتاعي اللي اتربيت فيه وعشت فيه وكل طبعا. حاجه واكيد طبعا اتمنى ان المباراه بكره تطلع الشكل الاول العام فيها جميل يكون الفرقتين ممتعين في الاداء عايزين نتفرج على كوره بقى كوره يعني بدل هو المباراه ده. كوره بكره فرجونا على كوره ما تفرجوناش على مين عايز قلبك رايح فين قبل ما اروح للكابتن فتحي عشان نختم مع الزمالك مع الزمالك طبعا اكيد طبعا اكيد لا يعني اكيد طبعا قلبك رايح فين يروح فين رايح الزمالك هو لازم بتاع رايح الزمالك انا اتمنى ان بكره الزمالك يكسب المباراه دي مخصوص تتمنى مخصوص طبعا شكرا عايزين نخرج بقى شويه جماهيرنا محتاجه تنزل الشارع الشارع بالظبط عايز يكسب عشان الجماهير محتاجه محتاجه طبعا محتاجه انتعاشه انتعاشه معنويه انتعاشه جماهيريه والله انتعاشه جماهيريه صحيح والله انتعاشه يعني لازم نعيش فرحه معينه فانا بتمنى بقول لهم لعيبه الزمالك بكره موتوا نفسكم فرحوا جمهوركم فرحوا جمهوركم حقكم واكيد هم الناحيه الثانيه اكيد عايزين يعملوا كده يعني كابتن فتحي لا طبعا النادي الاهلي حسم البطوله النادي الاهلي الاعلام والجماهير وكل الدنيا عارف النادي الاهلي حسم البطوله وزي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي يمكن برضه مكسبه لنادي الزمالك بيدي برضه رونق جميل للجماهير الجماهير بتبقى سعيده جدا الاعلام بتروح الماتش ولا بتشوف النادي ولا البيت؟ لا انا في البيت انا احب اتفرج لوحدي لوحدي على اي ماتشات احب اتفرج لوحدي ما احبش اتفرج في وسط ناس عشان كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره وكل واحد ليه تعليق وكل واحد النهارده ممكن ما يعجبوش لعيب يشتمه وانا قاعد تبقى شكلها مش حلو فبضطر دائما احب اتفرج لوحدي واخد المقاييس الفنيه استفاد ما انت النهارده برضه في الفيل ركز انت كنت بتعمل ايه يا كابتن لما كنا بنيجي من ماتش اهلي وزمالك راجعين احنا ايه منتخب فاكر؟ ايه لما بنيجي بيبقى عندنا تجمع وبعديها احنا اكتر من ماتش نلعب ماتش اهلي وزمالك ونتجمع منتخب في نفس اليوم في نفس اليوم وتلاقي هشام مع حسام وهشام مع ابراهيم وما فيش ما كده الروح ما عندناش بقى النهارده احنا كنا ما عنديش اتنين في الزمالك لوحديهم انا ورمزي انا وهاني رمزي في اوضه واحده وكان حسام حسن واحمد رمزي في اوضه واحده وابراهيم حسن واسماعيل يوسف في اوضه واحده في اوضه واحده بكره عايزين مباراه حلوه خلاص انا وهشام في اوضه واحده شرفتنا يا كابتن ربنا يخليك يا استاذ احمد سعيد جدا جدا حبيبي. ان شاء الله انا اتمنى زي ما الكابتن هشام قال ان مباراه تليق بالجانب الفني والجانب ايضا السلوكي والجانب السلوكي دي مهمه جدا جدا للنهارده تظهر للكره العربيه والكره الافريقيه مصر اهلي وزمالك اهلي وزمالك كابتن هشام اتفضل يعني شرفتني الاول وبشكرك اتفضل الله يخليك عشان لا يا حبيبي الله يخليك لا ان شاء الله باذن الله منتظرين فعلا مباراه حلوه انا يعني ان شاء الله متاكد انها تطلع مباراه حلوه
الاهلي يفوز بكره 2-3-1. مباراه عظيمه. بسال سؤال. هتبقى بيضاء ان شاء الله. رد على السؤال يا كابتن هشام. رد على السؤال. استاذ احمد بيسالك سؤال. رد على السؤال. ولو رديت عليه قلت له هتبقى بيضاء. شرفتوني. شاكرين. شاكرين يا استاذ احمد، ربنا يخليك. عايزين بكره فعلا ماتش يليق بالكره المصريه، اهلي زمالك، يفوز من يفوز. عايزين بكره الروح والسلوك. بشكركم. تصبحوا على الف خير.